مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده مع بوكس تو بوكس. طبعا كل الانظار بتتجه صوب باريس علشان نشوف مين اللي كسب البالون دور او جائزه الفرنس فوتبول لافضل لاعب في العالم واللي كان بينافس على اللقب فيها نجمنا محمد صلاح. محمد صلاح اخد المركز السابع. يعني محدش يفتكر انه اخد المركز السابع، يعني ده تراجع في صلاح. اللي عارفين ان التصويت ده كان مبكر شويه عن بدايه الدوري الانجليزي، فالناس ما كانتش في فتره توهج محمد صلاح. محمد صلاح متوهج مع بدايه الدوري الانجليزي، يعني اعتقد انه ذا بيست اللي هي الجائزه الثانيه بتاعه الاتحاد الدولي هتكون افضل لصلاح بكتير جدا من الجائزه بتاعه البالون دور. واللي دلوقتي في باريس كل الناس متابعه الاحداث هناك دلوقتي، زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشه استقبال اسطوري ليونيل ميسي اللي نجم الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان وبيكسب اللقب ده يمكن للمرة السابعة. ميسي طبعا عشان تشوفوا قد ايه لعيبه الكوره هم نجوم على مستوى العالم بهذا القدر. كل الكلام ده على فكره في الشارع هناك في باريس، المسرح ده اتعمل في الشارع. شوفوا الجمهور عامل ازاي قدامنا بهذا الشكل الضخم، وليونيل ميسي هو بطل هذا الحفل للمره السابعة. ميسي خد المركز الاول، البولندي ليفاندوفسكي اللي هو يعني مهاجم بايرن ميونخ الشهير خد المركز الثاني، الثالث الايطالي جورجينيو ولاعب تشيلسي، الرابع كريم بنزيما الفرنسي ونجم ريال مدريد او مهاجم ريال مدريد، الخامس كانتي الفرنسي ونجم تشيلسي، السادس النجم الاسطوري كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، والسابع نجمنا محمد صلاح نجم ليفربول، ثم دي بروين البلجيكي مانشستر سيتي، ومبابي النجم الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان في المركز التاسع، ودوناروما الحارس الطلياني وحارس باريس سان جيرمان. يعني ما احنا ملاحظين انه في فرنساويين كتير في العشر الاوائل، ما اعرفش هل ده يعني معناها انه كان في توجه في هذه الجائزه، هل ميسي كان يستحق فعلا؟ ربما ان فوز منتخب الارجنتين بكاس امريكا الجنوبيه كان له تاثير كبير على فوز ليونيل ميسي بهذا اللقب. انما احنا لو طبعا دي التجهيزات اللي هي قبل انطلاق الحفله على طول، دي السياره اللي بتنقل الهواء لكل انحاء العالم، وزي ما احنا عارفين انه ليونيل ميسي مستوى، اذا كان هنقيم المستوى الفني لهذا الموسم اللي احنا شغالين فيه، ميسي مش هينفع ياخد الجائزه دي. انما التصويت كان مبكر شويه والناس تاثرت بفوز الارجنتين بكاس امريكا الجنوبيه على ايد ليونيل ميسي، وبالتالي كان لي يعني دور مهم جدا. طبعا اللقطات دي حصريه لينا لبوكس تو بوكس، مراسلنا هناك وليد الحديدي موجود ومتابع كل هذه الاجواء والمؤتمر الصحفي للقاء اللي هتشهد المؤتمر الصحفي لهذه الجائزة، والصحفيين قاعدين بيجهزوا لهذا المؤتمر، وكمان زي ما احنا شفنا الاستقبال الاسطوري بتاع ليونيل ميسي والتجهيزات الكاملة. وعايز اقول لكم على حاجة، يعني ما عندهمش بهرجة، يعني قاعة عادية جدا جدا لكن منظمة بشكل جيد، وكل واحد عارف بيعمل ايه وكل واحد جوه بيأدي دوره، وده الجمهور اللي قاعد قدام المسرح اللي بيشهد الاحتفالية. الجمهور كله موجود اهو لان بالنسبة لهم هذا يوم مبهج في قلب الشارع في قلب الميادين، وهي دي كرة القدم. قد ايه الناس بتعشق كرة القدم وقد ايه الناس يعني بتبتهج وبتسعد بكرة القدم. انا نفسي احنا نعيش كده الاجواء دي، ان احنا كرة القدم بالنسبة لنا ما تبقاش مصدر للازمات، ما تبقاش مصدر للخناقات، ما تبقاش مصدر للتعصب والخلافات. احنا عايزين كرة القدم تبقى كده، تبقى مصدر للسعادة ومصدر للفرحة والبهجة، وان انت تبقى قاعد مبسوط. طبعا زي ما احنا شايفين اهو دي كلها عند ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، زي ما احنا شايفين ده الكرسي بتاعه. دي طبعا المقاعد باسماء طبعا ليفاندوفسكي الكرسي بتاعه، ودي الاسماء اللي على المقاعد اللي مفترض دلوقتي بيشغلها الزوار او الضيوف بتوع هذا الحفل. ده مبابي اهو، لكن طبعا في نجوم كتير ما راحتش، منهم نجمنا محمد صلاح اللي اعتذر عن الحضور في هذا الحفل. طبعا النجوم الكبار لما ما بيكسبش بيفضل انه هو ما يحضر شيء. ده آخر التطورات في جائزة البالون دور، وأنا بتصور أن محمد صلاح هيكون له دور أكبر خلال الفترة الجاية إن شاء الله، أو في ذا بيست يعني اللي هتعلن نتيجتها إن شاء الله في شهر يناير المقبل، ودي الجائزة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. عندي أكتر من حاجة عايز أتكلم فيها بسرعة قبل ما أطلع على المنيو بتاعنا. يعني
اول حاجه من الحاجات المدهشه انه الاتحاد الدولي بيصر على اقامه كاس العالم للانديه يوم ينطلق يوم 3 فبراير دون اعتناء نهائي بان في كاس امم هيخلص يوم 6 فبراير كاس امم افريقيا يعني. والسؤال اللي دايما بساله يعني ما هي نظره الاتحاد الدولي وانفانتينو للاتحادات الافريقيه لكره القدم؟ يعني انا اديت مثال قلت لما الراجل جه هنا وناقش حتى اقامه بطوله كاس العالم كل سنتين ما حدش اتناقش معاه، ما حدش حتى طلب مهله للتفكير، ما حدش قال طب ادونا دراسات، طب هل ده هيبقى له تاثير سلبي على الكره الافريقيه ولا لا، على الدوريات الافريقيه المهمه ولا لا، هيكون له تاثير على البطوله نفسها كاس الامم الافريقيه اللي بتقام برضو كل سنتين ولا لا، هل الانديه الاوروبيه هتوافق على ترك لاعبيها على طول بهذا الشكل في كاس عالم وفي كاس امم افريقيا كل سنتين؟ يعني هيبقى عندك شهر لكاس العالم وشهر لكاس امم افريقيا كل سنتين للانديه الاوروبيه بتترك لاعبيها، وهل ده هيكون له تاثير سلبي على عدد اللاعبين الاوروبي الافارقه بعد كده في اوروبا؟ يعني هتلاقي الانديه الاوروبيه بعد كده هتعمل مليون حساب وهي بتجلب لاعب افريقي، لانه اصبح كل سنه او كل سنتين تقريبا عنده شهرين مش موجود مع فريقه. فهذا استسلام من الاتحاد الافريقي، وما شفناش رد فعل قوي من الاتحاد الافريقي لما اعلنوا ان كاس العالم للانديه يوم 3 فبراير وهيشارك فيها من افريقيا النادي الاهلي. طب النادي الاهلي هل انت ضامن ان منتخب مصر عم شبانه يوصل لفاينل كاس امم افريقيا عشان تقول ان فيها ازمه؟ ما هو يعني النسبه الاكبر ان احنا مش هنوصل، يعني اذا كنا هنقيم يعني الحقيقه هيبقى عندنا ممكن عندنا فرصه ان شاء الله نوصل، لكن مش بنسبه 80 90 70، لا ده النسبه يمكن تصل ل 40 50%. طب لكن النادي الاهلي عنده لاعبين اخرين من منتخبات اخرى، يعني عنده لعيب من مالي اليو ديانج، عنده لعيب من مثلا المغرب، عنده لعيبه من علي معلول من تونس، ما ممكن منتخب تونس يوصل، منتخبات توصل اخرى للفاينل، فالاهلي هيفقد اكيد بعض من لاعبيه، لكن الاتحاد الافريقي ساكت تماما في هذه الامور. وانا دايما بشوف انه ده استسلام لا داعي له، لان الكره الافريقيه تطورت جدا واللاعب الافريقي اصبح ذو قيمه كرويه على مستوى العالم بشكل ضخم جدا، ورافع الرايه دي محمد صلاح النهارده واحد من اهم اللاعبين الموجودين على مستوى العالم. حبيت بس انوه للنقطه دي. كلنا قاعدين مستنيين قرار يصدر من نادي الزمالك. نادي الزمالك المفترض او اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك المفترض، انت بتقول لجنه ليه مش مجلس؟ برضو دي نقطه لازم نتكلم فيها لكن هاجيلها بعد شويه. تعلن بكره بحد اقصى موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات القادمة لاختيار مجلس منتخب جديد لإدارة نادي الزمالك لأربع سنوات قادمة. نمسك الموضوع واحدة واحدة. لغاية دلوقتي مفيش أي بوادر بتقول إن الزمالك هيعلن بكرة 30. وسؤالي للسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، النهاردة 29 نوفمبر وبكرة 30 نوفمبر، طب تعالوا نشوف قرار الدكتور أشرف صبحي. هو أصدر قرارين لهذا هذه اللجنة، وهقول لكم ليه بقول لجنة. خلينا نشوف القرار الأولاني اللي أصدره الدكتور أشرف صبحي علشان خاطر يعيد الأول المجلس اللي كان جمد. هقرأ معاكم دلوقتي القرار الأولاني قدامنا على الشاشة. بص يا سيدي، المهم بعد الدباجة الأولانية وفق كذا والمادة كذا والدستور وكل الكلام ده، المادة الأولى ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوين رقم كذا وكذا لسنة كذا وما يترتب على ذلك من آثار أخصائي إلغاء القرار رقم كذا لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن يتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات المقررة في قانون الرياضة. القرار ده صدر إيه؟ يوم 22. حلو كده؟ بعد شوية في نفس اليوم صدر قرار تاني هوريه لكم برضه عشان كده بقول لكم لجنة، وده ما يعيبش يعني الناس اللي موجودة، كلمة لجنة لا تعيب، لكن القرار التاني بيقول ايه؟ بصوا بقى في المادة بتاعته. يتولى مجلس إدارة الزمالك الحالي إدارة شؤون النادي وتسيير أموره وفقا للاختصاصات المقررة قانونا لمجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. يبقى إذن الأول القرار الأولاني صدر عشان ينفذ به حكم المحكمة. طب المجلس ده مدته انتهت يوم 23 نوفمبر، يعني ما قعدوا ساعات كمجلس عائد.
طب عشان كده اضطر الوزير يعمل قرار تاني يعين نفس المجلس ده تاني، بس ما قالش لجنه بقى، قال لتسيير امور النادي، فاصبحت لجنه. قال لك مع ايه؟ مع صلاحيات كامله للمجلس. ما هو لو كان مجلس ما كانش احتاج يقول مع اختصاصات كامله زي اختصاصات مجلس الاداره، لانه اوريدي هو مجلس. لكن بما انه هو عين نفس المجلس كلجنه تكمل وتسير امور النادي، فاصبحت دلوقتي لجنه. وانا عايز اقول ايه، ده مش ده ما تعبش حد يعني. احنا ما كان في لجنه فيها الكابتن حسين لبيب ونحترمها جدا وبنقول لها يعني، والناس اشتغلت كويس، وكان في لجنه قبلها اللي هو عماد وبرده بنحترمها جدا، لا يعيب ابدا ان هي لجنه يعني ما ياثرش على حاجه خالص يعني. وقرار بيقول ان ليها نفس اختصاصات مجلس الاداره، فما فيش مشكله. طب بيقول لك ايه بقى في المادة برضو الأولى، لحين انتخاب مجلس إدارة جديدة في القرار التاني ودعوة الجمعية العمومية العادية للنادي بحد أقصى يوم 30/11 لانتخاب مجلس إدارة للنادي للدورة من 21 لـ25. يبقى إذن في القرار الوزاري حدد يوم 30 نوفمبر كإيه؟ كحد أقصى. ده الوزير اللي قال كده، وده قرار وزاري، واللي بيه اللجنة دي موجودة في النادي أصلا. البوادر بتقول ان مفيش خالص إعلان بكرة لفتح باب الترشح. طيب اللي جالنا ايه اللي احنا سمعناه يعني من الناس في النادي وناس مسؤولة يعني، احنا بنقول خبر يعني، اللي جالنا انه النادي بعت للجنة التشريع والفتوى او هيئه التشريع والفتوى في مجلس الدوله عشان تسالهم احنا نعمل الانتخابات على اللائحه بتاعه النادي اللي اتلغت بحكم محكمه، ولا نعمل الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه. ده السؤال اللي اللجنه، ده سؤال اللي النادي او اللجنه اللي بتدير النادي بعتته لهيئه الفتوى والتشريع. طيب هل النهارده الفتوى والتشريع دي اسمها ايه؟ فتوى هي فتوى في الاخر، يتعمل بيها ما يتعملش بيها ده مش قانون، دي اسمها فتوى. انت بتفتيني انا اخد بالفتوى بتاعتك او ما اخدش، ده مش قصه. انما القرار الوزاري بيقول كده. ناس بتقول انه اصل الوزير هيمد 4-5 ايام لغايه يوم الاحد لغايه ما يفتحوا باب الترشيح. طب اصدر لنا قرار يا سياده الوزير، ده قرار وزاري في الاخر، اصدر لنا قرار برضو ان سعادتك هتمد لغايه يوم 5 ديسمبر وعلى دماغنا. احنا ما عندناش مشكله على فكره، بس انا اقصد ان كل حاجه بما ان السيد الوزير يعني كان حريص على تنفيذ حكم المحكمه بعوده هذا المجلس لمكانه اهلا وسهلا، ثم عينه كلجنه مره اخرى لاداره النادي لحل اجراء الانتخابات برضو اهلا وسهلا، بنحترم احنا القرارات اللي هي بتنفذ القانون واللوائح والاحكام القضائيه. بنفس الشكل وبنفس هذا المنطق وبنفس هذا المنظور، لو سمحت اصدر قرار علشان خاطر القرار اللي حضرتك اصدرته ومن الوزارة وقرار وزاري بيقول بحد اقصى 30 نوفمبر. طيب انا عندي تساؤلات في القصة دي، والتساؤلات دي هدفها ان احنا نصوب اذا كان في خطأ يعني. احنا مش هدفها ان احنا يعني نتخانق ولا نعمل، لا احنا هدفنا نصوب اذا كان في خطأ. انا سؤالي برضو في نادي الزمالك، نادي الزمالك المفترض المجلس ده جه ثم اصبح لجنه بعد ذلك وقالوا احنا مش جايين نصفي حسابات، احنا جايين نشتغل خلاص، يكفينا ان احنا رجعنا والموضوع اصبح منتهي. هايل جدا وكلام الحقيقه يعني كلنا بنحترمه. طيب اللي انا عرفته برضو النهارده انه ولا امبارح عرفت انه شكلوا لجنه داخليه وسريه لبحث العضويات التي عادت كانت مشطوبه في عهد هذا المجلس السابق، ثم اللجنه اللي فاتت او اللي قبليها رجعت الناس المشطوبه ده تاني لان حقهم القانون ان يبقوا اعضاء في نادي الزمالك. لكنهم عملوا ايه في نادي الزمالك؟ اللجنه دي عملت ايه؟ شكلت لجنه برئاسه المستشار احمد جلال ابراهيم اللي هو نائب رئيس النادي وعضويه بقى كل من كابتن اسماعيل يوسف، الساده محمود العسال، محمود خالد، شريف حسين، علاء مقلد، لبحث العضويات اللي كانت مشطوبه ورجعت. طيب صفحه جديده ازاي؟ يعني انه صفحه جديده تقول ان انت النهارده مترجت، وعلى درجه ان في ناس عماله تقول لي ايه، وتقال اسم هاني شكري، وتقال اسم معرفش مين، تاني؟ يعني هنخش الجيم ده تاني؟ معقول؟ انما صدقنا الامور هديت وخلاص في نادي الزمالك، والمفترض نادي الزمالك يبقى التارجت بتاعنا، مش ان يبقى موجود فلان او علان في عضويه او لا، مش ده التارجت.
يعني احنا خلاص عايزين نخلع توب الخناقات الفرديه والشخصيه دي، كل الناس ملت وزهقت، واللي بيدفع الثمن طول الوقت وعلى مدار السنين هو نادي الزمالك. فالسؤال برضو لسيادة الوزير، يا فندم حضرتك قعدت هذا المجلس بحكم المحكمة ثم شكلته تاني من جديد يدير النادي كلجنة، تمام، واحنا كلنا محدش فينا معترض ومبسوطين كمان، لان احنا الهدف استقرار نادي الزمالك بدل ما يتجرجر في المحاكم وتفضل المجالس تنتخب وتتحل وتنتخب وتتحل والوجع الدماغ ده. لكن هنخش تاني الجيم تاني ويطلع عدوات تاني، وكل واحد عضوته كانت مشطوبه ورجع، ويرجع تشطب تاني، يخش في خناقه تاني، ويرفع قضيه تاني، ونخش في حواديت تاني تاني. يعني ده سؤال طبعا عجيب جدا. المدهش اكتر انه في اللجنه دي كابتن اسماعيل يوسف. طب انا عايز اسال الكابتن اسماعيل يوسف سؤال، وانا سالت التساؤل ده ووجهته برضه للسيد وزير الشباب والرياضه، وقلت هل الكابتن اسماعيل يوسف اصلا الذي يتواجد في لجنه عشان تشوف قانونيه الاعضاء اللي كانوا مشطوبين ورجعت، تمام، هل هو اصلا موقفه في وجوده في اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك اصلا قانوني الكابتن اسماعيل كمدير فني لنادي زد ولا لا؟ انا قبل كده جبت لكم اللائحه الاسترشاديه اللي هو بيثير عليها نادي الزمالك. نادي الزمالك بعت الفتوى والتشريع، لكن مفترض ان الاحكام اللي صدرت وبتقول انه لائحه الزمالك اتلغت. مش عايز ادخل في الديبيت التانية، اتلغت يعني معناه ان في ثلاث اعضاء موجودين في اداره الزمالك دلوقتي يعني غلط، اللي هم الثلاثه اللي كانوا جم اللي هو حماده انور واحمد مرتضى واحمد عادل عبد الفتاح، انما وما ان الوزير عينهم كلجنه فبعتبر ان خلاص ما بقاش مجلس، فان شاء الله يجيب حتى شبانه ما كانش موجود في المجلس، هو كده كده عين لجنه تدير النادي خلاص. فاصبح الثلاثه موجودين بالشكل القانوني بما ان الوزير اصدر القرار، خلاص اوكي، مش عايز ادخل يعني في الديبيت كده يعني. لكن انا برضو الكابتن اسماعيل يوسف اللي هو المفترض هيبحث قانونيه الناس دي، انا عايز اساله السؤال ده، وعايز اروح للماده اللي هي رقم، انا عايز اروح لها دلوقتي، رقم 31، هطلعها بس بعد اذنكم. أنا قدامي على الشاشة أهو. لا يجوز، دي المادة دي خدوا بالكم موجودة في اللائحة الاسترشادية اللي نادي الزمالك بيسير بيها دلوقتي. والمفترض إن هي دي مادة قانونية منبثقة من قانون الرياضة. يعني مادة مش متألفة، محدش حطها يعني بيغلس على الكابتن إسماعيل أو غيره أو أي حد يعني، مش بس الكابتن إسماعيل. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة على وفق أحكام القانون، اللي هو قانون إيه؟ قانون الرياضة. ونادي زد منبثق من إيه؟ من شركة. الشركة دي إيه؟ أنشئت وفق أحكام إيه؟ قانون الرياضة. ليه؟ عشان تعمل نادي رياضي اللي هو نادي زد بكل بقى فروعه وبكل حواديته بقى وبابا غنوجه، بعيد عن قصته يعني، أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل. يعني حتى لو كابتن إسماعيل بيلعب بيشتغل في زد بدون مقابل جدعانة يعني مع الناس اللي في زد برضو لا. ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل، مش بس كده إن أنت ما ينفعش تجمع، لا ده أنت كمان ما ينفعش تشتغل في الشركة إلا بعد مرور سنتين على انقضاء عضويتك في إدارة النادي. يعني أساسا ما كانش ينفع الكابتن إسماعيل يشتغل في زد غير بعد سنتين أصلا من تركه لإدارة نادي الزمالك. ده اللائحة بتقول كده. وعلى فكرة أنا مش متضايق، وكابتن إسماعيل صديق جدا، بس أنا عايز دايما وبحبه جدا وبأجله جدا جدا، لكن بجل القوانين أيضا واللوائح. أنا بس عايز السيد وزير الشباب والرياضة يفهمنا، إذا قال لنا لا ده الكلام ده مش مظبوط لا ينطبق على الكابتن إسماعيل، فأنا بصوا يعني خلاص الكابتن إسماعيل يبقى في إدارة الزمالك ويبقى في زد وغير زد مدى الحياة. يعني محدش فينا هيبقى متضايق نهائي. أنا بس كل اللي أنا عايزه، هل هذا الوضع قانوني ويتوافق مع القانون ولا مش قانوني؟ ده السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي على الجميع، وعايز ان احنا يعني نكون في الموضوع ده منصفين للقانون ومنصفين للوائح. اذا كان السيد الوزير عايز يطبق القوانين واللوائح والاحكام القضائيه يبقى يطبق على كل شيء، مش يطبق على شيء ويترك شيء ثم شيء ثم شيء. بس انا حبيت بس ايه اوضح لكم القصه دي، وابعيد تاني واكرر مش عيب ابدا ان الزمالك ان الناس الموجوده تبقى لجنه خالص،
خالص، ده مش عيب نهائي. على فكره المهندس محمود طاهر لما ترفع قضيه وتحل المجلس، كان وقتها المهندس خالد عبد العزيز وزير للشباب والرياضه، عين نفس المهندس محمود طاهر مع اربعه تانيين لجنه تدير النادي الاهلي لغايه اجراء الانتخابات، وقعد شاف سنتين ولا كان ما كانش يعني ده عاب يعني المهندس محمود طاهر خالص، كان برضه رئيس النادي الاهلي، كانش فيه مش بس الناس بتنسى، الناس مش واخده بالها يعني خالص يعني، ولا حد شايف ان الكابتن حسين لبيب قليل لما كان رئيس لجنه او كان الاعضاء موجودين عمرو ادهم او الاتربي او غيرهم، ولا حد كان شايف اللواء عماد قليل ولا الكلام ده. لكن نحب نحط ايه كل حاجه والالفاظ في نصابها السليم. عندنا النهارده اخبار كتيره جدا جدا، هنتابع بعد قليل هذه الاخبار. الدكتور حسن مصطفى، الورقة الأخيرة للعمر فاروق للعودة لمجلس الأهلي. والأولمبية تهدد النادي الأهلي بالفراغ الإداري، حط دي بين قوسين. معسكر الأهلي في الإمارات مهدد بالإلغاء لهذا السبب. ولجنة التخطيط الأهلاوية تستعد للاستغناء عن 6 لاعبين في يناير. خالد مرتجي يترك الصندوق مؤقتا ويتفاوض مع الفيفا بسبب كأس العالم للأندية. والجبلية تعلن ندعم الأهلي لكن ليس على حساب المنتخب. هقول لكم التفاصيل. راتب سنة بأثر رجعي مكافئة لجنة الزمالك لهؤلاء. وبيراميدز يجهز لخطف نجم الزمالك على غرار صفقة رمضان صبحي. ومجلس الزمالك ينتقم من حسين السيد بهذه الطريقة. والزمالك يحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الناحية اليسرى أحمد فتوح. ومعنا اليوم وائل القباني نجم الزمالك السابق للحديث عن أبرز القضايا في ضيافة بوكس تو بوكس. طبعا حتى الآن الأهلي لم يفق من الصدمة بتاعت العمري فاروق وتجميد، ما نقولش استبعاد يعني، اللجنة الأولمبية أو مديرية الشباب والرياضة أو الوزارة أو الكلام ده ما قالوش استبعاد العمري فاروق، لكن قالوا تجميد فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي لحين عرضه على الجمعية المقبلة، الجمعية العمومية المقبلة. فإذا هو مش مستبعد وده تجميد. طب هذا التجميد بيعني ايه؟ انه لا يتواجد لا في مجلس الاداره ولا في اجتماعات ولا في مكتب تنفيذي ولا في اداره النادي نهائيا. لكن الاهلي بيحاول انه هو يشوف حل لهذا الامر. ماشي خلاص، هو اللوائح بتقول لا، اللوائح بتقول انه كان لازم يعرض على الجمعيه العموميه قبل ما يبدا التصويت. بما انها ما اكتملتش كان 201 بس، فالمديريه قالت لك اسفين جدا، واللجنه الاولمبيه كمان قالت اسفين جدا، هذا الامر لن يتم. فمين اللي ممكن يبقى ليه ضغط على اللجنه الاولمبيه؟ او مين اللي ممكن يبقى ليه دلال، بلاش اقول ضغط يعني عشان كلمه تقيله شويه، دلال على المهندس هشام حطب؟ الدكتور حسن مصطفى. وعارفين العلاقه القويه اللي بين الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واحد نواب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وبين مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. طيب الدكتور حسن مصطفى موسط الآن أنه يشوف حل مع المهندس هشام حطب لهذه الأزمة. طب هل الموضوع في حل؟ يعني هل الموضوع مع المهندس هشام حطب يقول او لا، ولا الموضوع مرتبط بلوائح، ولا الموضوع مرتبط بمشاكل؟ يعني الموضوع اساسا كله على بعضه كده، هل في ايد المهندس هشام حطب يعني يقول او يقول لا ولا لا؟
ده حتى الآن لسه لم تظهر. الحاجة الثانية، الأهلي مهدد بالفراغ الإداري. يعني إيه فراغ إداري؟ يعني الأهلي رفض أنه يستلم القرار اللي صادر من اللجنة الأولمبية باعتماد تشكيل المجلس بدون منصب نائب الرئيس. والأهلي مش رفض علشان خاطر بيشايف أن اللجنة الأولمبية يعني لا، ده الأهلي ما بعتش عشان اللجنة الأولمبية ترد. فبيقول لك انت بعت لي ليه؟ ده انا بعت لكش اصلا اعتمد عشان ترد. ده احنا لسه بنجهز محضر الجمعيه العموميه، ولسه بنشوف مع هيئه قضايا الدوله، ولسه بنشوف مع مديريه شباب الرياضه عشان نبعت لك تعتمد. فانت بعت لنا على اي اساس؟ اللجنه الاولمبيه بتقول ايه؟ بين قوسين بتقول ايه؟ اللجنه الاولمبيه بتقول ان ده ربما يتسبب في فراغ اداري. يعني بما انه لم يتم اعتماد او الاهلي رفض استلام هذه الورقه، معناه ان مفيش مجلس اداره من اصله يدير النادي الاهلي، ولا في مجلس اداره دلوقتي يحق له الانعقاد الا بعد اعتماد اللجنه الاولمبيه وفق القانون واللوائح. موضوع يعني الحقيقه في العباكه كتير جدا. معايا على الهاتف الدكتور سعد شلبي مدير النادي الاهلي، هو في الاصل الحقيقه يعني من الناس البارعه جدا في مساله اللوائح والقوانين. دكتور سعد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. وحشني جدا بقى بعيد عن الشغل. لا حضرتك اكتر والله، حضرتك اكتر. يعني انت من الناس الحقيقه القيمه في هذا الوسط والمحترمه واللي دارسه والشاطره وكل الصفات الجيده الحقيقه، وعلى المستوى الاداري او الفني كمان فيما يخص التسويق واللوائح والقوانين. الاهلي رفض انه يستلم الاعتماد بتاع اللجنه الاولمبيه، صح كده الكلام؟ لا في الحقيقه الكلام ده مش صحيح، لان احنا جالنا جواب من اللجنه الاولمبيه عبر الجهه الاداريه، الجهه الاداريه سلمته لنا خطاب بيشير الى ان اللجنه الاولمبيه بترسل لنا خطاب بناء على خطاب صادر من النادي الاهلي بطلب اعتماد تشكيل مجلس الاداره. وفي الحقيقه النادي الاهلي هو لم يرسل خطاب، ما بعتش اصلا. تمام، لم يرسل خطاب للجنة الأولمبية يطلب فيه اعتماد تشكيل المجلس حتى الآن. احنا استلمنا الخطاب حتى الآن، احنا استلمنا خطاب من الجهة الإدارية موجه من اللجنة الأولمبية للجهة الإدارية، والجهة الإدارية سلمته لنا وبالفعل احنا استلمناه. طب هل دي الرولز الطبيعية؟ يعني انه اللجنة الأولمبية بتبعت للجهة الإدارية ثم الجهة الإدارية بتبعت للأندية، ولا اللجنة الأولمبية دايركت بتبعت للأندية في الأعراف؟ يعني هو اللجنة الأولمبية هي المفروض في حكم القانون هي الجهة المفوضة بالإشراف على الانتخابات ومتابعة شأن الأندية في الحقيقة. يعني المفترض تبعت لكم مباشرة؟ تبعت لنا، لأنها كانت كل الخطابات اللي بتيجي مباشرة، حتى السادة المستشارين القضائيين اللي جم في اللجنة الأولمبية في الإشراف على الانتخابات، ثلاثة من اللجنة الأولمبية من الهيئة القضائية وثلاثة من الزملاء الموظفين الفنيين اللي بيتابعوا عملية الانتخابات، جالنا جواب مباشر، وجالنا جواب من اللجنة الأولمبية أيضا بيقول ان السيد المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه سوف ايضا يكون من المباشرين لاجراءات الانتخابات. ففي الحاله دي خطابات مباشره، خطابات مباشره منها، وبنبعت للجنه الاولمبيه خطابات مباشره. تمام. واحنا بالفعل بعتنا للجنه الاولمبيه امس خطاب للجنه الاولمبيه بيفيد وجهه النظر بتاعه النادي الاهلي. تمام، لكن ما بتطلبوش اعتماد التشكيل؟ هو التشكيل لم يتم اصلا القرار، احنا ما حصلناش على صوره من محضر الانتخاب، ما حصلناش على الصوره حتى الان. حتى الان ما حصلناش عليه. انتوا طالبينها منين يا فندم؟ يعني طالبينها من الوزاره ولا من اللجنه الاولمبيه ولا من هيئه قضايا الدوله؟ احنا طالبينها من هيئه قضايا الدوله باعتبارها الجهه المشرفه على الانتخابات، وهي التي قامت بصياغه المحضر. وتفضل المستشار الجليل بنطق بتلاوه المحضر على طبعا الحضور في الجمعيه العموميه. طب دكتور سعد، ما هو موقف الاهلي حاليا؟ يعني اخر مستجد بعد ما جالكم الخطاب بتاع اللجنه الاولمبيه بالتشكيل بدون السيد العامري فاروق، وكيف سيتعامل الاهلي مع هذا الخطاب اللي جاله عن طريق مدير شباب الرياضه؟ احنا بالفعل تعاملنا معاه وارسلنا خطاب للجنه الاولمبيه اشرنا فيها ان احنا ان الخطاب فيه بعض الكلمات الغير صحيحه اللي بتشير الى ان النادي الاهلي بعته والنادي الاهلي لم يرسل، وان احنا بنطلب اعتماد مجلس الاداره بمنصب النائب اللي حصل بالفعل على عدد من الاصوات وفقا للنظام الاساسي 19472 صوت من اجمالي عدد 22581 صوت. تمام. وبالتالي هو توفر فيه شرط الماده المذكوره في النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي معتمد من اللجنه الاولمبيه المصريه اللي متوافق مع اللائحه الاسترشاديه للجنه الاولمبيه المصريه اللي متوافق مع ايضا لوائح بعض الانديه اللي موجوده
في النطاق الجغرافي للنادي الاهلي يعني في محافظه القاهره، والاعتماد فوز مرشحينها هي ايضا بالتفكيك من قبل اللجنه الاولمبيه. طب دكتور سعد خلينا نكون واقعيين واخد من سعادتك يعني التفسير. واضح بخطاب اللجنه الاولمبيه اللي ارسلته للمديريه وللمديريه بدورها ارسلته للنادي الاهلي انه هي بتعتمد المجلس بدون منصب نائب الرئيس. كيف سيتعامل الاهلي؟ يعني هنفترض ان انتوا بعتوا خلاص اللجنه الاولمبيه وما ردتش او قالت لا احنا هنعتمد بهذا الكلام، هل انتوا هتعتمدوا خلاص وتشتغلوا الفتره دي كده؟ هل هتلجأوا للقضاء؟ هتلجأوا لمركز التسويه؟ يعني ايه الخطوه التاليه؟ الخطوة التالية الرقم واحد هو استقرار النادي الأهلي واستدامة العمليات بتاعة النادي الأهلي. ده رقم واحد. يعني المجلس ينعقد مؤقتا بالشكل اللي اللجنة الأولمبية بعتته. بصرف النظر عن هو إيه الشكل اللي اللجنة الأولمبية بعتته. طبعا بصرف النظر. إحنا تمام. في الـ 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 يعني في الحقيقة أنا بقول حاجة محددة إن النادي الأهلي هيحافظ على استقرار النادي. وهيحافظ ان العمليات بتاعه النادي تشتغل وبطريقه منتظمه، وبالفعل احنا من ثاني يوم شغالين. ده رقم واحد. رقم اثنين ان النادي الاهلي يعني بيلتزم دايما كل اجراءاته بتلتزم بالقانون المصري اللي بيدير حركه الرياضه المصريه. ده مهم بالنسبه لنا. بس دكتور سعد بعد اذن حضرتك تقرب التليفون بس شويه. يعني التزم بصحيح القانون يا استاذ محمد. القانون بيحكم الرياضه وفي لوائح بتحكم الرياضه المصريه. وطول عمر النادي الاهلي بيلتزم بهذه اللوائح وهذه القوانين وبياخد المسار القانوني الطبيعي بشكل واضح. المسار القانوني اللي هو اللجوء للقضاء تقصد ومركز التسويه، ولا المسار القانوني اللي هو ايه؟ القانون بيقول من اجراءات احنا بنلتزم بيها. القانون بيقول من اجراءات 1 2 3. احنا دايما عندنا لجنه قانونيه موقره احنا بنستشيرها. تمام. وما توصي به احنا بنتخذه. رقم ثلاثة مهم جدا جدا ان احنا حريصين على احترام سلطة الجمعية العمومية للنادي الاهلي اللي هي تحملت مسؤوليتها وجات النادي الاهلي وصوتت في انتخابات كل وسائل الاعلام كانت بتتابعها لحظة بلحظة منقولة على الهواء. منقولة على الهواء يعني معناها ان انتوا هتدافعوا على سلطة الجمعية العمومية في ان انتوا تلجأوا لكل السبل لتحقيق النتيجة. شيء طبيعي لان النهارده حضرتك الانعقاد اللي حصل النهارده ب 22,000 لحضرتك اليوم الثاني ده المطلوب فيه 10% او 5,000. يعني اللي حصل ايهما اقل؟ اللي حصل ان الانعقاد اربع اضعاف خمس اضعاف اضعاف المطلوب. مظبوط. ويمكن حضرتك تتذكر يا استاذ محمد ان فلسفه التغيير لقانون الرياضه اصلا لو منح السلطه للجمعيات العموميه هو اعلاء سلطه الجمعيه مظبوط. العموميه. مظبوط. ده كان فلسفه التغيير اصلا. طب معلش يعني مع الميثاق الاولمبي. طب يعني اذا كنت هتستحملني انا اسف لكن الاسئله دي لا تحت امرك. الاسئله دي اسئله الـ 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 يعني المهتم بالرياضه وكره القدم قبل الاهلاوي حتى يعني. لان النادي الاهلي قلعه كبيره ومهمه بالنسبه لنا كلنا. طيب لحين الوصول لحكم لحل الاتفاق يعني وات ايفر يعني هيكون ازاي الموضوع هيمشي يعني. انتوا حاليا في مرحله تفاوض ومرحله اثبات وجهه النظر واثبات وفي الاخر ممكن تلجاوا للقضاء زي ما سعادتك بتقول. طيب لحين ذلك اجتماعات الاهلي او المكتب التنفيذي للنادي الاهلي هل هيؤجل تشكيله مثلا او هل هيدار من اجل ان مصلحه الاهلي دلوقتي تحتاجه بدون السيد عمرو فاروق؟ هل الاجتماعات هتعقد بدون السيد عمرو فاروق لحين الانتهاء من هذه الازمه؟ في الحقيقه خليني اقول لحضرتك ان النادي الاهلي هيلتزم بنظامه الاساسي. النظام الاساسي ده اقره القانون. تشكيل المكتب التنفيذي له قواعد في تشكيله. في المكتب التنفيذي في حاله وجود نائب الرئيس، نائب الرئيس بيتولى رئاسه المكتب التنفيذي وتشكيل عناصره الاخرى منها امين الصندوق. في حاله عدم تواجد نائب الرئيس بيتولى رئيس مجلس الاداره رئاسة المكتب التنفيذي. تمام. أو من يكلفه برئاسة المكتب التنفيذي. فالأمور كلها عندنا واضحة يعني مشرعة يعني مفيش مشكلة يعني حتى لو مش متواجد السيد العامري فاروق يبقى الكابتن الخطيب هو رئيس المكتب التنفيذي أو من ينيب عنه هو بينيب عنه. النظام الأساسي بيحكم النادي. تمام. تمام. هذا النظام احنا بنلتزم بيه. وأحد يعني خليني برضو أكرر على حضرتك حاجة مهمة محمد بيه بعد إذن حضرتك. تفضل يا فندم. أحد نجاحات النادي الأهلي إن هو مؤسسة بتنضبط بحكم اللوائح والقانون. طبعا. وده مترجم بشكل واضح جدا. مظبوط. يوم الأربع اللي فات جائزة محمد بن راشد أعلنت إن النادي الأهلي هو الحاصل على جائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية. مظبوط. مؤسسة متحوكمة وفقا للوائح والقوانين وبتنضبط بيها. مظبوط مظبوط. طب اذا حضرتك كده فسرت لنا متى يبدا الاهلي ياخد الخطوه بقى القانونيه؟
يعني احنا دلوقتي في مرحله خطابات ومحاوله اثبات وجهه نظر او اثبات صحيح اللائحه. لا احنا انا بس في برضه عشان معلش يا محمد دي الكلام يبقى في الحته دي وحضرتك يعني استاذ فاضل فيها. الاهلي ما بيعبرش عن وجهه نظر، الاهلي بيعبر عن اجراءات قانونيه منضبطه. تمام تمام اللي هو صحيح اللائحه يعني. صحيح اللائحه وصحيح القانون باشراف الجهه الاداريه اللي تم تفويضها من اللجنه الاولمبيه. تمام، انا اقصد انتوا اكيد النادي الاهلي يعني عنده اداره قانونيه قويه وحط حساب كل الخطوات، يعني اكيد مش مستني يشوف هيعمل ايه النهارده او هيعمل ايه بكره، اكيد مجهز كل حاجه في حاله انه لو مش كذا احنا هنلجا. امتى بقى الخطوه التاليه اللي هي الخطوه القانونيه، ولا لسه ما حددتوش الميعاد بتاعها؟ احنا منتظرين الردود الرسميه تجينا من الجهات اللي احنا خاطبناها. انت جالكوا خلاص خطاب اللجنه الاولمبيه؟ خاطبنا وزاره الرياضه كممثله للجهه الاداريه المشرفه، خاطبنا هيئه قضاء الدوله عشان ناخد نص محضر القرار اللي تم تلاوته في الجمعيه العموميه، لسه ده برضو ما وصلناش، ده طبعا هيبقى احنا لينا طلبات فيه، منتظرين ان شاء الله، نامل ان ده يجي لنا ان شاء الله بكره. اللجنه الاولمبيه بعتت لنا الخطاب. طب هل حصل تواصل مباشر يا دكتور سعد مع الوزير الشباب والرياضه مثلا دكتور اشرف صبحي او مع المهندس هشام حطب مثلا رئيس اللجنه الاولمبيه؟ تواصل مباشر يعني مش بس خطابات رايحه وجايه، هل حصل تواصل مباشر، كلام في التليفون او مقابلات مثلا لاثبات الصحيح اللائحه اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي مؤسسه كبيره ومؤسسه لها مكانتها في المجتمع المصري، فكافه اشكال التواصل متاحه في كل ازمه، يعني احنا بنستخدم كافه اشكال التواصل في كل ازمه. الجانب الرسمي مهم، الجانب الاتصال بوسائل الاتصال المختلفه مهم، لانك لازم تعرض وجهه نظرك باساليب مختلفه، فكل الاطر احنا حضرتك بنتحرك فيها بحيث ان احنا نوصل ل طريق واضح اللي هو ان النادي الاهلي التزم باجراءات سليمه منضبطه علينا ان احنا نلتزم بيها، جمعيه عموميه تتمتع بكل عمليات النزاهه والشفافيه تحت اشراف قضائي كامل، كل ده احنا حريصين عليه، وتاريخ النادي الاهلي كله بيعكس ان جمعيته العموميه لم يحدث فيها ذلك من قبل. تمام، طب الموقف السيد العامري فاروق نفسه يعني هل متفاهم الموقف وانه ما ينفعش يبقى موجود دلوقتي في مجلس الاداره لحين حل الازمه دي، ولا هو شايف انه ده يعني يعتبر ظلم ليه فعايز يحضر؟ يعني انا برضو يعني موقفه ايه؟ موقف اي حد في النادي الاهلي بيمتثل بموقف النادي الاهلي. تمام، وبيلتزم بموقف النادي الاهلي، وده شيء الحقيقه يعني يحسب للنادي الاهلي. مظبوط مظبوط. طيب دكتور سعد اخرجك بره الازمه بقى، ادخلك في ازمه تانية لو تسمح لي. الاهلي فوجئ او احنا فوجئنا كلنا انه الاتحاد الدولي بيعلن موعد كاس العالم للانديه يوم 3 فبراير والكاس الامم يخلص 6 فبراير والمنتخب المصري مشارك وان شاء الله ممكن نوصل فاينل، وحتى لو لا قدر الله ما وصلناش وارد ان تونس في لعيبه في الاهلي بتلعب في تونس او في مالي او في منتخبات بتشارك اصلا في كاس الامم الافريقيه، هتحلوا الازمه دي ازاي؟ يعني 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 كان موعد غريب الحقيقه مدهش من الاتحاد الدولي. الحقيقه احنا طبعا النهارده يعني في الحقيقه الكابتن محمود كان حريص على الاجتماع بجهاز الكوره، وتم اعداد 3 خطابات هيتم توجيهها في الصباح الباكر ان شاء الله، واحد للاتحاد المصري لكره القدم بيطلب فيه ان هو يكون مساند لطلب النادي الاهلي بمعالجه هذا الشان الخطا اللي حصل في تداخل ما بين في الاجنده الدوليه ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لكره القدم، وان النادي الاهلي هيتعرض لظلم شديد لان في 8 لعيبه موجودين من الجنسيه المصريه موجودين في المنتخب الوطني بالاضافه لثلاث لاعبين اخرين من جنسيات اخرى، اللاعب علي معلول من تونس وايضا اليو ديانج من مالي من المغرب ومن مالي، وبدر بنون مظبوط 11 لعيب يعني تقريبا 50% من قوة الفريق مش هتبقى موجودة. لو 11 لعيب اساسي يعني انت بتتكلمش على حتى يعني زي ما حضرتك القوام القوام الرئيسي يعني القوام الرئيسي للفريق، طبعا كل لعيبة النادي الاهلي هي كلها لعيبة اساسية وده بتبقى وجهة نظر مدير فني، لكن دايما اللعيبة اللي بتبقى في المنتخبات الوطنية بتبقى لها دور كبير في اختيارات المدير الفني. طبعا الحاجة الثانية كمان ان احنا هنبعت للاتحاد الدولي بنطلب منه ايضا تدارك هذا الموقف، وان الاهلي يبقى له فرص متساوية
مع كل الفرق اللي موجوده في البطوله ان هو يشرك عناصره الرئيسيه، لان النادي الاهلي كمان عنده طموحات عايز يلبيها وعايز يلبي طموحات جماهيره في ان احنا فوزنا بالمركز الثالث في البطوله الماضيه يعني في قطر. وكمان الاتحاد الدولي عنده قناعه كبيره جدا ان النادي الاهلي واحد من عناصر نجاح البطوله في الحقيقه، ويمكن اشار به رئيس الاتحاد المره السابقه في قطر لما جماهير النادي الاهلي كانت عنصر اساسي من عناصر نجاح البطوله في الحقيقه، لان الجمهور هو روح كره القدم والجماهير المصريه في الحقيقه كانت متواجده بشكل يعني ادى لنجاح البطوله. بعثنا للاتحاد الافريقي مش بس كمان التدخل ما بين البطوله مواعيد البطوله في الحقيقه، ده كمان المنتخب الوطني هيضطر يستدعي لعيبه النادي الاهلي بداية من شهر يناير، يعني كده تقريبا بنتكلم على اكتر من 5 ل6 اسابيع اللعيبه. لا مش موجوده معاك يعني، هو هيجي على الماتش الفني يعني هيجي على الماتش، صعب جدا طبعا، بتاعتك بتبقى فيها خلل كبير جدا طبعا، وده احنا كمان متخوفين منه. ده بعد برضو الناس ما كانتش شايفاه يعني. مظبوط. يعني فدي ان شاء الله الصبح احنا بنبعت الخطابات دي، تم اعدادها بالفعل ومراجعتها، وان شاء الله تطلع الصبح تروح للاتحادات اللي احنا ذكرناها، وان شاء الله احنا كلنا ثقه ان الازمه دي يتم تدارجها ايضا، والنادي الاهلي يشارك بكل قوته وبكل عناصره وبكل فريقه ان شاء الله. طب دكتور سعد بقى قبل ما اختم معاك، هستغل برضو وجودك لانه برضو يعني جمهور الاهلي او الناس اللي مهتمه يعني بالشان الكوره شايفاك دلوقتي مدير النادي الاهلي، انما انت راجل من خبراء التسويق الكبار يعني الحقيقه يعني. الله يخليك. وليك يعني باع طويل في المجال ده وانا عارف. شركة الأهلي لكرة القدم، تمام، سريعا كده التارجت بتاعها ايه؟ يعني الناس بتسمع شركة الأهلي فالناس حصر الشركة في فكرة انها هتبيع لعيبة وتشتري لعيبة وتغير المدرب، ويعني كأنها مثلا إدارة شؤون اللاعبين اللي هي في الأهلي بس على كبير، ولا شركة الأهلي دي المفترض التارجت بتاعها عشان تبقى ميزانيتها كام، عشان تعمل مداخيل للأهلي كام، عشان تعمل إيرادات كام، يعني عشان جمهور الأهلي يبقى فاهم ان ممكن الشركة دي خلال قد ايه تعمل ايه؟ شركة النادي الأهلي لها فلسفة واضحة إن هي بتدير كرة القدم في النادي الأهلي من كل مكوناتها، سواء كان الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديميات الرياضية، وبتطور كل العمليات التجارية والتسويقية المرتبطة بكرة القدم المملوكة للنادي الأهلي، سواء كانت حقوق البث التلفزيوني، سواء كانت الرعاية الرياضية، سواء كانت الترخيص بملابس بالعلامة التجارية لإنتاج ملابس السلع الرياضية، سواء كان أيضا الحقوق الرقمية للفريق وكرة القدم الخاصة بالنادي الأهلي. وبالتالي عندها مهمتين رئيسيتين في إطار هذا التوجه اللي أنا ذكرته. المهمة الأولى إن هي تستمر في الحفاظ على ريادة النادي الأهلي في المنافسات الوطنية والقارية اللي بيشارك فيها، سواء كانت الدوري المصري أو بطولات كأس مصر، يعني تفوز بيه والريادة دي يعني تفوز، عشان بعض ما يفكرش إن الربح اللي إحنا بنستهدفه، لأنها هي شركة مساهمة وبالتالي سوف تتحول كرة القدم من النادي الأهلي من مؤسسة لا تستهدف الربح إلى مؤسسة تستهدف الربح، شركة يعني مساهمة تخش بورصه ويبقى لها اسهم والكلام ده. طبعا، لان حضرتك معناها ان انت تستهدف الربح، يعني معناها انك عندك ايرادات وعندك مصروفات، لما تيجي تطرحهم من بعض يبقى عندك فائض في الميزانيه. مزبوط. معناها ان عندك فائض في الميزانيه السنتين متتاليتين تستطيع ادراك اسهمك وتعمل طرح عام، وبالتالي ده تطور جوهري جدا في فلسفه صناعه كره القدم داخل النادي الاهلي. طب هل اللاعبين نفسهم هيبقى اصول بقى بتمتلكها الشركه المفروض؟ بالفعل اللعيبه دي هي عقودها هتنتهي ملكيتها لشركه كره القدم، وبالتالي هتنتقل على صوره اصول مملوكه للشركه، وبالتالي تدرك في الميزانيه يتم اهلاكها على مدار سنوات التعاقد الخاصه بكل لاعب. يعني هتمتلك عقود اللعيبه دي، واي تجديد طبعا هتبقى الشركه اللي بتقوم بيه. طبعا. مش النادي خلاص بقى. مش كان طبعا الشركه خلاص بتنتقل لحق الاداره، واحنا بدانا بالفعل بعض الملفات تنتقل للشركه، يعني في بعض الملفات الرئيسيه في ادارتها بدات تنتقل بالشركه. على سبيل المثال احنا ملف الملابس الرياضيه والترخيص بالانتاج بالعلامه التجاريه بتاعته، بالفعل العقد ده بيتم تجديده دلوقتي ل4 سنين جايه او اكثر من 4 سنين حسب ما الشركه ترتقي. ده بيتم من خلال الشركه. الشركه ايضا بدات تدير شؤون الاكاديميات، واتوقع بعض الاكاديميات حتى في الدول العربيه بدا ده يتم من خلال الشركه. الشركة بدأت تشتغل على الأرض بالفعل. يعني أنت بتتكلم إن الشركة دي ممكن رأس مالها يبقى مليارات في المستقبل، يعني أنت بتتكلم في لعيبة أسعار كبيرة جدا، بتتكلم حضرتك دلوقتي في أصول، بتتكلم في علامة تجارية، في رعاية، في بث تلفزيوني، يعني أنت بتتكلم في أرقام تصل بالمليارات بعد كده المفروض يعني.
اكيد اكيد، لان الشركه طبعا احنا كمان الشركه في الحقيقه بتضم قامات كبيره جدا طبعا. ياسين بيه منصور ده واحد من الاقتصاديين الكبار الدارعين وايضا عنده خبره بحكم كان تواجده في مجلس اداره النادي الاهلي، ايضا المهندس مصطفى مراد فهمي طبعًا. ده واحد قامه كبيره جدا طبعا، خبراء كره القدم في القاره الافريقيه وفي العالم ايضا طبعًا. والمدير التنفيذي ايضا للشركه عمرو شاهين ده مدير التسويق عمرو شاهين واحد في الاتحاد الافريقي موجوده في الاتحاد الافريقي وبارز وشاطر جدا في الدوري الانجليزي، وطبعا الكابتن حسام غالي. مين بديله طب الكابتن حسام؟ ده قرار بيتم دراسته في مجلس الاداره، ومجلس الاداره هو صاحب القرار. هل في ترشيحات ولا لسه ما ظهرتش الترشيحات يعني؟ ما انا قلت لحضرتك ده قرارات تتعلق بالمجلس تمام، ولا يتم تناولها في مسائل مش عارف اجرجرك يا دكتور سعد مش عارف اوقعك منصوره مع بعض يا محمد. طبعا انا يشرفني بلديات الدكتور سعد شلبي، ومن الناس الحقيقه المحترمه جدا في هذا المجال، وانا بشكر اولا سعد صدرك وبشكر ان انت حريص انك تطلع توضح في ناس كتير ممكن في الموقف ده يعني ما تظهرش او تحاول تشوف الدنيا هتمشي ازاي. انا بشكرك طبعا لان في الاخر الاهلي بيعملش حاجه في الخفاء ولا بيعمل حاجه غلط او حاجه عيب. انا بشكر حضرتك جدا دكتور سعد شلبي، وان شاء الله نلتقي بيك قريب باذن الله عندنا هنا في بوكس تو بوكس وتنورنا باستمرار. يبقى دكتور سعد شلبي وضح لنا اكتر من نقطه في غايه الاهميه، لو هقول ابرز النقاط ان الاهلي سيلتزم بما هو عليه في ان السيد العامري فاروق منصبه سيجمد لاعلاء العمل في النادي الاهلي خلاص، يعني ما ينفعش المركب تقف، ما ينفعش نقول لا هو كده ونعمل لا دي مش طبع الاهلي، ثم يلجا للسبل القانونيه سواء بقى يلجا للقضاء يلجا لمركز التسويه زي ما يلجا يعني في الاخر لحين الوصول لحل لهذه الازمه. لكن الواضح انه الاهلي اتخذ هذا القرار انه هيعقد اجتماعاته بدون نائب رئيس النادي، وانه هيعقد اجتماعات المكتب التنفيذي يترأسها الكابتن محمود الخطيب او من ينيب عنه، ممكن يبقى المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، وان الامور لازم تمشي في النادي الاهلي لحين حل هذه الازمه. موضوع الشركه دي ونقل الاصول اللاعبين باصول داخل شركه كره القدم في النادي الاهلي، انت بتتكلم لعيبه بقى بمئات الملايين، يعني انت بتتكلم النهارده كل المحترفين بكل النجوم بتاعه النادي الاهلي بقطاع الناشئين بالناس اللي طالعه بالناس اللي نازله بالمدربين بالعلامه التجاريه اللي هي يعني التيشيرتات اللي بتتباع في 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 كل مكان باسم النادي الاهلي، انت بتتكلم كمان في الملابس اللي بتاعت النادي الاهلي، بتتكلم كمان في البث التلفزيوني، كل دي مئات الملايين. فالشركه دي هتبقى نموذج يجب ان كل الانديه تحتذي بيه. انا دايما اقول كده ان الاهلي بيبدا الشيء بحكم الجماهيريه الضخمه وبحكم الاداره الهاديه المستقرة، هم هتلاقوا مثلا عملوا قناة والناس عملوا أكبر تسويق أكبر كذا، مش عيب أبدا إن الناس تقوم بنفس هذا الإجراء، لأنه في المستقبل هيدر دخل كبير جدا على النادي الأهلي. طب حد هيقول لي طب ما هو أندية الشركات والمؤسسات، احنا بنتكلم على الأندية الجماهيرية، والأهلي قيمته في إيه؟ يعني كل الأهلي فيه ده في إيه؟ في جمهوره. إذا الأندية اللي عندها شعبية تقدر تعمل كده حتى لو مش في الدوري الممتاز. تخيل بقى يعني أندية زي المنصورة وزي الشرقية والأندية دي لو الناس بتدير الأندية دي بفكر متطور، أعتقد إن الأمور هتبقى أفضل كتير جدا ليهم. طيب أنا معايا تليفون من فرنسا، مراسلنا وليد الحديدي هناك موجود في البالندور يكلمنا، وإحنا عرضنا لكم لقطات لينا إحنا يعني مصورينها هناك للاستقبال الأسطوري لميسي وبعد فوز ميسي بهذا اللقب، وفي المركز الثاني كان ليفاندوفسكي، والمركز الثالث كان الإيطالي جورجينيو، ثم كريم بنزيما، ثم كانتي، ثم كريستيانو، ثم محمد صلاح. يا وليد مساء الخير من باريس. مساء الخير يا استاذ محمد وتحياتي لحضرتك وتحياتي. ده انت لما تيجي ههلكك شغل عشان انت في باريس. لا ما انا هنا بشتغل على فكره الجهاز اتسع، انا لسه ما خرجتش ولا نص ساعه والله برضه. لا اصل انا رحت باريس كتير فعارف انت عايش فين. لا لا فعلا والله فعلا الشغل التخطيط البالون دور مرهق جدا، وانت عارف الواحد يعني متعود انه ما يسويش حاجه. النهارده اليوم كان طويل واليوم كان مرهق وكان فيه تفاصيل كتير. انا عايز اقول لك يا استاذ محمد بسرعه كده ابرز التفاصيل. انا من الساعه 6 ونص تقريبا حتى كنت كتبت يعني على حسابي الشخصي على فيسبوك، كنت كتبت النتيجه كامله بتاعه الفوز، لان لما دخلت تسللت كده انت عارف احنا كميديا ما بيكونش لينا الحق ان احنا ندخل كل الاماكن،
بيبقى في اماكن معينه من حقنا ندخلها اللي هي الميديا سنتر، ومكان الحفله نفسه بيبقى ممنوع على الميديا. لكن انا يعني تسللت كده ومن غير ما حد ياخد باله دخلت على قاعه المسرح وبدات بقى ايه ابص على الكراسي والمقاعد واليقظ والى وليد قرب التليفون منك لان صوتك بعيد جدا. فلقيت ان ميسي يعني متصدر المقاعد بتاعه. حضرتك سامعني كده؟ متصدر المقاعد تقصد ميسي يعني. ميسي وليفاندوفسكي. بس مش بس ده كان المؤشر، كان بالنسبه لي ميسي. وليد انت بتتكلم وتتمشى ولا واقف؟ لانه كل شويه الصوت يروح ويجي. طيب الصوت خليك ايوه خليك واقف كده مكانك. الصوت كده احسن؟ افضل كده افضل. اتفضل. طيب فميسي وليفاندوفسكي الاثنين في الصف الاول في المنتصف، يبقى اذا هم الاول والثاني. بس هي فكره ان ميسي ليه انا توقعت انه هيكون صاحب المركز الاول، لان اولا كان في مقاعد بلافتات لحضور كبير جدا من جانب نادي باريس سان جيرمان في مقدمته ناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي، وجانب جزء كبير جدا من المقاعد مخصص لضيوف ميسي وزوجته واولاده الثلاثه، وبالتالي كان واضح جدا ان ميسي جاي يحتفل النهارده. نفس الشيء ونفس الفكره كانت بتنطبق على بيدري مثلا اللي هو خد افضل لاعب صاعد، وكذلك دوناروما افضل حارس، وكذلك أليكسيا اللاعبة الإسبانية اللي فازت بأفضل لاعبة في العالم. وبالتالي أنا توقعت النتيجة كاملة بالأربع أسماء، وبالفعل هم اللي توجوا النهاردة بالبالون دور وبالجوائز. قول لي بقى، يعني أنا شفت استقبال أسطوري لميسي، يعني كان في سيطرة على دخوله، لأن أنتوا المسرح في الشارع المفروض يعني. لا، هو المسرح داخل مبنى دوشاتلي، وهو قصر طبعا قديم، والمسرح جواه، لكن اللي في الشارع هي الخيمه الشفافه والسجاده الحمراء، وبالتالي كل اللعيبه كانوا بينزلوا من عربياتهم ويدخلوا السجاده الحمراء. طبعا احنا في باريس، وميسي حاليا لاعب باريس سان جيرمان، وايضا يعني ميسي صاحب شعبيه كبيره بعيدا حتى عن باريس، حضور كان كبير جدا. يا استاذ محمد، تحس انه مدرب كره قدم مش مجرد جماهير واقفه بتحيي لاعب. يعني ميسي كان صاحب طبعا التحية الأكبر، واستقبال كان حافل جدا، يعني عايز أقولك هز الأرض. في كمان حاجة مهمة أنا نسيت أقولها حضرتك، إن مؤتمر الصحفي الخاص بليونيل ميسي لسه منتهي حالا، وأنا طبعا حضرته وسألت سؤال الحقيقة في المؤتمر عن محمد صلاح وتوقعاته، يعني هل شايف ان محمد صلاح ليه فرص انه يفوز بالبالون دور في المستقبل. ليونيل ميسي اثنى كتير على محمد صلاح الحقيقه، وقال انه ليه فرص كبيره، وانه لاعب يعني هو بيستمتع بيه شخصيا وصاحب اداء رائع في الملعب، وعنده فرصه كبيره جدا انه يفوز بالبالون دور في السنين القليله المقبله. بس انا بيني وبينك يا وليد، ميسي ما عندوش كاريزما. بس انا بحبه يا استاذ محمد، فعديها لي يعني. انت بتحبه عشان شفته؟ عديها له علشان شفته. لا 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 لا، ميسي طبعا لاعب ممتع، بس لا فعلا لا. انا ممكن اتفق معك، هو يعني لما بيتكلم يعني هو لاعب ممتع ما يتكلمش. طب قول لي، الناس شايفه عندك يعني كجمهور او ناس موجوده في الـ 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 الشارع او بتتابع هذا الحدث عندك، يعني شايفين انه مركز صلاح متاخر يعني سابع؟ احنا توقعنا يبقى من الخمسه الاوائل على الاقل، يعني احنا توقعنا انه مش هيكسب الجائزه اكيد، لانه التصويت حتى حصل مبكر شويه عن توهج صلاح في الدوري الانجليزي، لكن في نفس الوقت برضه سابع، يعني صلاح قيمته اعلى من كده الحقيقه، خصوصا الموسم ده اكتر موسم صلاح متوهج فيه في الدوري الانجليزي رغم تألقه السنين اللي فاتت، بس دي اكتر سنه متألق فيها. بالفعل انا يعني عايز اقول لك ان الناس اتفاجئت لما كان الشاشه بتعرض اسامي اللاعبين وترتيبهم تصاعدي من تحت لفوق. بالظبط. فلما جه محمد صلاح في المركز السابع، انا يعني سمعت، يعني كنت قاعد ساعتها في الميديا سنتر مع الصحفيين، يعني سمعت رد فعلهم، ما كانوش متوقعين ان محمد صلاح ياخد مركز سابع. كل هنا كان بيتكلم ان محمد صلاح منافس في التوب 3، او يعني اقل شيء ممكن يبقى في التوب 5، لكن انه يكون مركز سابع الحقيقه كانت صدمه. يعني جورجينيو الثالث ده كان مفاجاه.
بس خلي بال حضرتك جورجينيو واخد تشامبيونز ليج، واخد اليورو، واخد افضل لاعب في اوروبا، فبرضه دي عملت له سبورت شويه. انت عارف التصويت هنا في فرنسا فوتبول بيكون كله صحفيين ومعظمهم صحفيين اوروبيين. فيعني فكره ان الاتحاد الاوروبي اختاروا افضل لاعب، لا والصحفي بيقعد يذاكر بقى ويشوف الارقام ويعمل، غير المدربين واللعيبه شويه العاطفه بتكسب بتغلب يعني. بالظبط، عشان كده لو تتذكر واحنا يعني كان لنا حوار مع بعض وقلت لك ان انا متوقع ان ترتيب صلاح في دابست هيكون متقدم كتير جدا عن ترتيبه في الكره الذهبيه، وان شاء الله ده اللي هيحصل. انما صلاح كان مدعو ورفض ان هو يحضر يعني، اعتذر. هم طبعا بيدعوا القايمه كلها، قايمه ال 30 لاعب، لكن صلاح هو عنده كونسيبت. طب اللي حضر يا وليد من العشر الاوائل يعني، ميسي طبعا حضر، في حد تاني حضر من النجوم ولا كل الناس غابت؟ لا، كان في طبعا تواجد لميسي، ليفاندوفسكي، كان في تواجد لكيليان امبابي، وكان في تواجد ايضا لدوناروما. طبعا هو داخل من ضمن افضل 11 او 12 لاعب، لكنه خد جائزه افضل حارس، بس يعني من نجوم تانيين ما كانش موجود. من يعني ما حضرش جورجينيو؟ ما حضرش جورجينيو، ما حضرش لعبة تشيلسي كلها، ما حضرش ولا بنزيما يعني ولا كانتي. عندهم ارتباطات، وخد حتى احسن نادي في الموسم اللي فات، لكن كلهم ما حضروش، وتم تسليمهم الجائزه كده يعني بشكل مش بشكل فعلي يعني، دخلوا على الفيديو كونفرنس كده واتكلموا مع توخيل وجورجينيو وبعض اللاعبين الاخرين، لكن ما حضرش اي حد من فريق تشيلسي. كذلك طبعا لم يحضر كريستيانو رونالدو الحفل زيه زي صلاح. انا هقول لك بعد الهوا، هكلمك اقول لك في كافيه كده في الشانزليزيه، ايوه، تنزل تشرب فيه فنجان قهوه، تحلف بيه، تحلف بيه. أيوة. هو ده المهم دلوقتي بقى يعني، بعد اللي اتعمل فينا النهارده وامبارح، خد بالك، وجنبيه محل برفانات يعني عالمي، ها، وبيعمل خد بالك يعني سيل طول السنه، عشان بس اعرفك، وبعدين تيجي لي بكره على الشغل يا حبيبي. انا منتظر المكالمه دي اصلا بعد الهوا، مش هنام خلي بالك الا لما تتصل. خلي بالك، اشكرك يا وليد، شكرا جزيلا، دايما موفق، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه. شكرا جزيلا لك وليد الحديدي مراسلنا كان من باريس، حطينا على اهم ما جاء في حفل البالون دور او جائزه الفرنس فوتبول. الاهلي بقى عنده ازمه دلوقتي، لانه السوبر الافريقي كان هيتلعب في ديسمبر وتأجل لفبراير، اللي هو الأهلي والرجاء المغربي، وكان كانت الأزمة الأول لما هتلعب في ديسمبر إن الأهلي عنده كل اللعيبة الجديدة مش مقيدة إفريقيا، فكان عايز يبدر القيد شوية 5-6 أيام عشان يقدر اللعيبة بتاعته زي بيرسي تاو ومكسيوني وكل الناس الجديدة تقدر تشارك في السوبر. لما خلاص اتحلت المشكلة دي، لأن السوبر انتقل لشهر فبراير. بس المشكلة إنه معسكر الأهلي هتعمل ليه في الإمارات؟ الأول كان هتعمل في الإمارات وبعدين نروح بدري أسبوع لقطر في وجود لعيبة المنتخب الوطني ينضموا هناك في قطر، وإنه موسيماني كان عايز أسبوع ويعمل من معسكر الإمارات على هناك ويجهز لهذه المباراة، لكن دلوقتي أصبح خلاص الموضوع تحصيل حاصل، والمباراة تأجلت لغاية شهر فبراير، وبالتالي ممكن معسكر الإمارات يتلغي هو كمان بعد إلغاء المعسكر بتاع قطر، لأن المباراة نفسها السوبر الإفريقي تأجلت لفبراير. معرفش حكاية فبراير يعني، لسه كأس الأمم ممتد لفبراير، كأس العالم للأندية في فبراير، السوبر الإفريقي في فبراير، معرفش يعني، مع أن فبراير كله على بعضه كده 29 يوم يعني، او 28 يوم كمان السنه دي، هيبقى السنه الجايه 28 يوم. 6 من لعيبه الاهلي لجنه التخطيط بتدرس، مش انها تسرحهم، على الاقل تعيرهم. ليه؟ طب هتقول لي يا شباب، طب ما هو دي لعيبه زي مثلا انت بتتكلم طاهر محمد، طاهر كهربا، محمود وحيد، محمد محمود، محمود متولي، رامي ربيعه، كلها لعيبه اسماء كويسه جدا، لكن في الاخر لا يشاركوا في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي، ومنهم لعيبه راجعه من اصابات محتاجه ان هي تخوض مباريات كتيره جدا عشان تستعيد مستواها، زي محمد محمود وزي مثلا محمود متولي. وفي لعيبه بعيده عن التشكيل الاساسي رغم انهم سلام، زي كهربا وزي طاهر وزي رامي ربيعه. فبالتالي خد بالك، ومحمود وحيد هو الوقت في التجنيد. انت بتتكلم على اللعيبة بتاخد مرتبات عالية جدا، يعني ان اعارة اللعيب لنادي اخر لانه ما بيلعبش مش بس عشان يلعب ويرجع لي جاهز، لكن انت لو جيت تشوف اللعيبة دي بتاخد مرتبات كام في السنة، انت لو جمعت دول هتلاقيهم بياخدوا 40-50 مليون جنيه في السنة مثلا. فانت خد بالك بتعمل توفير ضخم جدا، يعني الاعاره دي بجانب انك بتاخد فلوس نتيجه الاعاره، يعني انت لو اعارت لعيب زي كهربا او بقيمه كهربا سواء في الخليج او هنا، اكيد الخليج يعني، اكيد هتاخد مبلغ جيد.
واكيد في نفس الوقت برضه هتوفر مبلغ ضخم هو بيتقاضاه كراتب. فالاهلي بيسعى للحاجتين دول، ان هو على المستوى الفني اللعيب بتاعه يستفيد، وربما موسيماني يقول انا محتاج لعيب فلان التاني فيرجع له، وفي نفس الوقت الكاهل اللي على الميزانيه، الضغط اللي على الميزانيه من مرتباتهم هيترفع، لانه مرتباتهم عاليه جدا. زي ما قلت لكم ان موضوع كاس العالم للانديه عامل مشكله جدا للنادي الاهلي. زي ما قالنا الدكتور سعد شلبي، كمان المهندس خالد مرتجي بدا بعلاقاته اللي هو امين الصندوق، فهيسيب الصندوق بقى شويه لو سمحت على جنب، لان النهارده الكابتن محمود الخطيب كان قال هي فكره فلسفه انه يتولى امانه الصندوق ان ليه علاقات جيده في الخارج، والاهلي هينفتح في الفتره المقبله من خلال شركه الاهلي او من خلال تطور جانب التسويق في النادي الاهلي، فهيحتاج حد ليه علاقات قويه في الخارج، فامين الصندوق يقدر يشتغل الشغلتين دول. فالمهندس خالد مرتجي هيقوم بالمساله دي، ويحاول ان هو يتواصل مع ناس في الاتحاد الدولي علشان يشوف حل لمشكله الموعد بتاع كاس العالم للانديه. الاتحاد الكره المصري لما الاهلي لجأ له قال له فورا احنا معاك وبندعمك بقوه، ان انت تبقى لعيبتك معاك يوم 3 فبراير، بس مش على حساب المنتخب. يعني طب افرض المنتخب وصل فاينل والكاس العالم اصر الاتحاد الدولي انها تتلعب يوم 3، المنتخب هيقول لك ماليش دعوه، مش هسيب لك ولا لعيب، يعني مش هتبقى على حساب المنتخب، وهنا المنتخب معاه حق. يعني خد بالك ده برضو مزنق، لا يستطيع اتحاد الكوره ان هو يجي على حساب المنتخب لصالح النادي الاهلي. اللي حط كل الازمه دي هو الاتحاد الدولي. في بعد تاني قاله لنا برضو الدكتور سعد شلبي مدير النادي الاهلي، لما قال لك حتى لو هم قالوا خلاص نلعب كاس العالم يوم 7 مش 6، يعني تاني يوم طب ما انا لعبت كلها قاعده فتره طويله جدا مع المنتخب، ما هو لا جات ولا اتمرنت ولا جهزت، ولا الخطه اللي هيلعب بها موسيماني اللي هيواجه بها المنافس بتاعه، خصوصا النادي اللي هيلعبه ده اللي اسمه مونتينيري ده اللي بطل المكسيك. وفي طربايه بين الاهلي وبين النادي ده، لو تفتكروا الاهلي قبله مره واحده قبل كده في كاس العالم للانديه يمكن خسر الاهلي 5-1، ففي طربايه كبير جدا الاهلي عايز يعمله. من ضمن الحاجات برضو بسرعة قبل ما اطلع بقى للفاصل، عندي 3 حاجات عايز اتكلم فيهم. انه الزمالك هيواجه مشكلة كبيرة جدا بعد التصريح اللي عمله امير مرتضى، عمل تصريح قال ان ميزانيه الزمالك اي حاجه او اي تجديد احنا مش هنقدر نجدد لكل اللعيبه اللي تنتهي عقودها، اللي هيبقى ليه ضغط على ميزانيه النادي لان النادي في ازمه احنا عارفين مش هنجدد له. فبدأ على طول احنا قلنا خلاص بن شرقي، يعني واضح يعني، وان شاء الله الزمالك يقدر، لكن هو ده تصريح صادر من امير مرتضى، هو راجل كان قبل كده مشرف على الكوره، هو دلوقتي بيتكلم وبيصرح، لكن في الاخر في مشكله تانية بقى بيجهز لها بيراميدز، انه عايز ياخد طارق حامد بنفس المفهوم بتاع رمضان صبحي. هو بيراميدز خد رمضان صبحي ازاي وما خطفش رمضان صبحي؟ لما تيجي تتكلم مع بيراميدز وممدوح عيد مدير النادي، لما بيتكلم مدير التنفيذي كلامه لوجيك جدا ومقنع، ما تقدرش تمسك عليه حاجه، بيقول لك ده عقده مع النادي الاهلي كان منتهي واحنا دفعنا لهدرسفيلد الفلوس وخدناه واللعيب كان موافق خلاص. احمد فتحي نفس الطريقه، خدناه عقده بتاع مع النادي الاهلي فوضناه قبض فلوسه جه. القصه دي بتتعمل دلوقتي مع طارق حامد نجم نادي الزمالك. طارق حامد خدوا بالكم عمود فقري، لما تسأل محمد شريف مين اللاعب اللي تتمنى ان يبقى موجود في النادي الاهلي ما قالش سينو، قال طارق حامد، لان طارق حامد من اللعيبه المقاتله في نص الملعب، ممكن يبقى تشوف ان هو شويه ما بيسددش كتير على الجون، ممكن تشوف شويه لعبه خشن، ممكن لكنه لعيب مقاتل داخل الملعب. فطارق حامد بيراميدز هيبتدي ينسج الخيوط، وانت بتتكلم في ايه بقى ممكن يديله 25 مليون؟ ما هو مش غريبه في بيراميدز، في 30 وصل بيراميدز، يعني رمضان صبحي 30 مليون عبد الله السعيد، انت بتتكلم في ارقام في بيراميدز، كلمه 25 دي مش رقم عالي يعني. وما تيجي تفكر طارق حامد، طارق حامد كبير، طارق حامد داخل في 33 سنه، فانت بتتكلم نفس فلسفه احمد فتحي، قال انا بقالي تجديد واحد اللي بقالي في حياتي، فهل وبيراميدز كان عرض عليه ضعف الاهلي فكان يكمل في الاهلي ولا يروح بيراميدز فراح بيراميدز؟ فنفس المفهوم الاغراء اللي كان لاحمد فتحي وقبليه رمضان صبحي هيبقى على طارق حامد، فهل الزمالك هيلحق نفسه في القصه دي ولا ممكن يتسرب منه واحد من اهم نجومه؟ كمان ان حسين السيد عارفين كان عضو في اللجنه السابقه اللي بتدير نادي الزمالك، وابنه كان في الناشئين واتصعد للفريق الاول. حسين السيد طلع هاجم المجلس ده قبل كده كتير جدا في قنوات التلفزيون. ايه اللي بيعمله المجلس انتقاما من حسين السيد على طول؟
ابنه هيبتدي يبعد عن التدريب مع الفريق الاول، وممكن تلاقي مثلا في يناير ابن حسين السيد الكابتن حسين السيد مش موجود في صفوف نادي الزمالك من الاصل، لانه في الاخر هذا اللجنه اللي بتدير النادي دلوقتي بترفض اي شيء خاص بالكابتن حسين السيد لسابق انتقاده ليها في اوقات سابقه. طيب لما تيجي تقول الزمالك عنده ازمه ماليه تتحل ازاي؟ يعني بيقول لك اكتر من حاجه، الرعايات، والزمالك واخد فلوس مقدم في الرعايات ودي مشكله. طب المحلات، الزمالك واخد فلوس سنين مقدم برضو ودي مشكله تانية. طب الحاجه الثالثه ايه بقى؟ الحاجه الثالثه بيع اللاعبين. طب الزمالك بيفكر جديا انه يتنازل عن احمد فتوح او احمد ابو الفتوح الباك ليفت بتاع المنتخب المصري، وان في عروض جايه له من انديه خليجيه وطالب 6 مليون دولار يعني حوالي 100 مليون جنيه. طب الزمالك ليه اختار فتوح؟ قبل كده كان الجيم ده اتلعب مع عبد الشافي لما مشي الباك ليفت محمد عبد الشافي لو تفتكروا، والسعوديه والاهلي، الاهلي السعودي، والزمالك اخد فلوس كتير وقتها. نفس القصه مع احمد فتوح دلوقتي، وانه الزمالك طالب 100 مليون جنيه، 6 مليون دولار لما تحسبهم تقريبا 100 مليون جنيه، لان عنده عبد الله جمعه بيلعب في الحته دي، لسه عنده محمد عبد الشافي ممكن يتجدد له سنه او اتنين كمان لغايه ما يظهر باك ليفت قوي زي احمد فتوح يمسك المسيره بعديه. فالزمالك محدد القيمه دي. قبل ما اطلع بقى الفاصل عندي حاجتين. في موظفين كانوا في نادي الزمالك برضو عايز اقولها كده باي ذا واي، يعني الموظفين دول كانوا مع جابتهم اللجنه اللي فاتت الكابتن حسين لبيب، وفي موظفين مشتها اللجنه اللي فاتت. طيب لما جه الناس بتاعت دلوقتي اللي كان جايبهم الكابتن حسين لبيب منهم اللي هيمشي ومنهم اللي اتنقل لادارات اخرى، واللي كان مشاهم الكابتن حسين لبيب هيرجعهم تاني، هترجعهم تاني اللجنة الحالية. طب اللجنة الحالية هترجعهم ازاي والناس دي بعيدة عن النادي لمدة سنة، لدرجة ان اتقالك انه ممكن يدوم مكافئات تعادل قيمة الرواتب بتاعتهم على مدار سنة لما مشيوا، يعني هم بقالهم سنة ماشيين قاعدين في البيت، فهيعوضوهم براتب سنة على شكل مكافئات. معرفش هل ده هيحصل او مش هيحصل، انا بقول لكم اللي بيتقال لنا من داخل او من قلب مطبخ نادي الزمالك في هذا الامر. قبل ما اطلع بقى الكابتن وائل الاباني ضيفنا النهارده وصديقنا العزيز، عايز اقول لكم انه عايز اختم بقى بالحته بتاعت الكابتن عصام عبد الفتاح. الحقيقه يعني كابتن عصام، يعني انا ما عجبنيش التصريح لما قال لك اللي بيطلب حد اجنبي يدير لجنه الحكام ده ما بيحبش البلد، وقلت يا جماعة يعني بلاش دايما في تصريحاتنا نحط المزايدات الوطنية دي. يعني أنا حتى لما اختلفت مع نجيب ساويرس رجل الأعمال واتكلمته وعملت، ما حدش يقدر يقول إنه مش وطني، يعني ده يعني ما حدش يقدر ينتزع أو يمنح الوطنية لحد، يعني ما حدش يقدر يعمل كده. فكان تصريح غير موفق للكابتن عصام عبد الفتاح. اللي غير موفق أكتر امبارح لما طلع في تصريحات لي قال لك إن 10% من الحكام بس هم اللي يصلحوا لإدارة مباراة الدوري الممتاز. حد يقول كده؟ يعني تخيل ان انت عندك لو عندك 20 حكم بيديروا الدوري الممتاز مثلا ولا 15، يعني معناها ان 2 بس او 1.5، ما بقول 10% هم اللي ينفع يديروا الدوري الممتاز والباقي ما ينفعش. حد في الدنيا في الدنيا يبقى مسؤول؟ يعني لو انا مدير فني وفرقتي خسرت اطلع اقول ما عنديش لعيبه تنفع اصلا؟ بخلص عليه. طب منين في قائمه دوليه فيها 7 ومنين ما عنديش 10% ينفعوا؟ ما هو 7 دول معناها ايه؟ سبع حكم اللي ينفع فيهم؟ ما ال 10% للسبعة هل ينفع كده؟ سبع بني ادم؟ ده كلام؟ هل ده تصريح ممكن يتقال؟ طيب انا عايز اقول بس الكابتن عصام حاجة قبل ما اطلع الفاصل، لان هو نفسه كان مسؤول عن ادارة لجنة الحكام في الامارات، فما كانش عيب، هو كان يعتبر اجنبي هناك، يعني مش اماراتي، دوله شقيقه وكل حاجه، لكن هو في الاخر لو الامارات استعانت بيا انا مش اماراتي، لكن استعانت بيا في حاجه ممكن افيدهم فيها فطلبوني، فمش معناها ان اللي طلبني ده مش وطني او بيحبش البلد. هو نفسه الكابتن عصام عمل كده معاهم، وكان عضو مجلس اداره وبيدير اللجنه في الامارات لو تفتكروا، وكان بيسافر ويجي ويسافر ويجي، لكن ماشي. عايز اقول له في السعوديه اللي بقت نموذج في إدارة المسابقة،
يعني مش هتكلم عن المستوى الفني، يعني احنا هنقول احنا المستوى الفني بتاعنا احسن من اسبانيا يا عم، واحسن من ايطاليا، واحسن من فرنسا، واحسن من المانيا، واحسن من ايطاليا، واحسن من اي حد، احنا منحازين للمستوى الفني للكره المصريه ماشي، لكن في الاداره بتاعه المسابقات هناك هم ادق وهم افضل في السعوديه، وما بقوش افضل كده يعني، ما صحيوش من النوم قرروا قالوا ما تيجي نبقى افضل، فجابوا بقى من الدرج البوكس، بما ان انا بوكس تو بوكس، جابوا البوكس بتاع الافضل طلعوه فبقوا الافضل. لا، لكن احنا عايز اقول ايه، انه الناس اشتغلت على نفسها، جابت خبير اجنبي انجليزي اللي هو هاورد ويب من 2017، هو اللي من 2015 عفوا هو اللي بيدير لجنه الحكام هناك، اللي جابه محدش قال له انتزع منه الوطنيه، بس النتيجه ايه النهارده؟ ما عندهمش مشاكل في التحكيم، بالعكس ده هم بيمنحوا كمان لكل نادي لغايه النهارده رغم ان هم تطوروا جدا، بس بيمنحوا لكل نادي حق ان يجيب 7 أطقم تحكيم اجنبي على مدار الموسم، وان لجنه التحكيم بتجيب حكام اجانب على مدار الموسم بتاعتهم طالما في احتياج لده، لغايه ما يقوي الحكم بتاعه ولغايه ما يعلم الحكم بتاعه، مش عيب خالص، مش عيب، لان انت من عناصر، بص انت عايز اللعبه دي اللي هي كره القدم تسوقها، وبدل ما هي تبقى مصدر مداخيل في الدوله او دايره المال بتاعتها مثلا مليار، مليار ونص جنيه، 2 مليار جنيه زي ما يكون، انت عايز تخليهم 20 مليار، ما هو ده اقتصاد، ما ده بعد اقتصادي برضه، مش كده برضو؟ عشان تعمل ده لازم اللعبة دي تبقى في السماء، وعشان تبقى في السماء لازم تنظيمها بقى قوي جدا، وعشان يبقى تنظيمها قوي جدا لازم بس تلفزيون على أعلى مستوى، لازم ملاعب على أعلى مستوى، لازم تحكيم على أعلى مستوى، عشان الناس تثق في التحكيم، فتثق في العدالة، فتبقى تيجي الماتشات فتبقى الناس مبسوطة، مش قاعدة بتضايق أو مخنوقة على بينالتي ومش بينالتي والكلام الفارغ ده اللي احنا بنشوفه ده. أنا بقول لكم السعودية أهو، لا بقول لكم ألمانيا ولا إنجلترا ولا فرنسا، السعودية جابوا الراجل هاورد ويب ده الانجليزي، وبعد كده مشي في مايو 2017 جابوا واحد تاني اسمه برضو انجليزي اسمه جلاتنبرج من 2017 كمل معاهم لغايه مارس 19، وبعدين كان مرتبه 185,000 ريال، والله لا اشوف لكم بكام بالمصري عشان تعرفوا بس ايه 185,000 ريال في السنه في الشهر، في انت بتتكلم حوالي 830 ل 850 الف جنيه شهريا، يعني في السنه 10 مليون جنيه مصري راتب كابتن عصام بيعمل متطوع عندنا، فمش مدينا وقته يعني، فبيذلنا، بقول لك انا استقيل، كل ما حد يقول له بام يقول لك انا ماشي لانه متطوع، هناك الراجل بياخد ما يقرب من مليون جنيه، بس هو نجح في نجحه في ان هم يجعلوا من التحكيم عنصر قوي جدا، فاللعبه تطورت جدا. شوف بقى تسويق الدوري السعودي كام وتسويق الدوري المصري كام، احنا لما بنقول النادي الاهلي بياخد في السنه 400 مليون ولا 500 مليون يا بجد، ان قيمه الدوري المصري النهارده نص مليار لو حد بيشتري بس فضائي، يا بجد انت بتتكلم هناك مليارات، لانه هو في الاخر قوى الاعمده الرئيسيه للنهوض باللعبه اللي منها التحكيم. يا كابتن عصام عايز تقعد تقعد، يا كابتن عصام مش عايز تقعد ما تقعدش، قال لي اللهم بلغت اللهم فاشهد، عندي تقرير عن التحكيم ومشاكله، خلينا كده نطلع نشوفه ثم نعود نلتقي مع الكابتن وائل الأباني اللي هو يعني واحد من الناس دايما الباك المدافع يعني ما يمتعكش في الكوره، يعني الباك دايما خشن وعنيف وشبتاعه في كل الدنيا يعني طول الوقت، لكن في لعيبه قليلين على مدار التاريخ كده على الاقل اللي احنا عاصرناهم يعني يمتعوك وهو حتى باك، يعني كان وائل أباني بيلعب ليبرو في نادي الزمالك او سيرد باك، كان من اللعيبه مع انه طويل وكان من اللعيبه اللي تعرف ترقص حلو قوي ويشوط ويجيب اجوال ويطلع، كان يستمتع هو بكره القدم ويمتعك حتى في قطعات الكوره، يعني فجاه تلاقيه مش موجود يظهر في كادر فجاه عشان يقطع كره خطيره عشان يظهر يغطي على لعيب، فوائل أباني كان الحقيقه من نجوم جيله ومن اللعيبه مش بس نجوم جيله لكن من اللعيبه اللي اتظلمت كمان بعد كده، لانه وائل كان نجم كبير جدا ومشروع يعني كادر كبير جدا في نادي الزمالك، انا هساله في ده يعني اول سؤال هساله له، انت مشروع كادر كبير في نادي الزمالك لان انت كنت لعيب كبير، لكن اين انت الان؟ نطلع فاصل، بعد الفاصل نلتقي بالكابتن وائل أباني.
تختلف الأسماء وتبقى المشكلة واحدة وهي الحكام. نادي يتظلم من حكم والآخر يصدر بيانا ضده، وكلما تضرر ناديا من حكم طالب بالحكام الأجانب. هذا الموسم ورغم انتظام المسابقة وجودة نقل المباريات وإثارتها، إلا أن المشكلة تبقى في الحكام. وما بين تصريحات الحكام ورئيسهم وانتشار أخبار الاستقالة وسحبها، تبقى المشكلة واحدة وهي الحكام. ماذا لو نظرنا للخارج؟ ستجد بأن هناك مثالا قريب وليس بعيدا في الخليج، وتحديدا السعودية التي كانت تعاني من مشكلة التحكيم وشكوى الأندية دائما قبل أن تصل للحل في 2017. رحل مارك كلاتنبرغ الذي قاد نهائي يورو 2016 ودوري أبطال أوروبا لنفس العام، وأحد أفضل الحكام في ذلك الوقت، إلى السعودية. وقبل كلاتنبرغ كان هوارد ويب الحكم الإنجليزي الشهير الذي نعرفه في مصر جيدا منذ مباراة البرازيل، مسؤولا عن هيئة تطوير التحكيم في السعودية. بعد ذلك تولى كلاتنبرغ المسؤولية في 2018 بعدما كان حكما في الدوري السعودي، وأصبح رئيسا للجنة الحكام السعودية. وصرح كلاتنبرغ حينها: عندما وصلت كانت لديهم مشكلة كبيرة في اللياقة ولم يتدربوا بشكل جيد. خاب أملي عندما حضرت العديد من الاجتماعات لأنهم فشلوا في المعايير الأساسية وقانون اللعبة. وتسبب خطأ كلاتنبرغ خلال مباراة في الدوري السعودي بين الأهلي والتعاون في إقالته من منصبه بعد تهديد الاتحاد الدولي لنظيره السعودي. ولكن خلال فترة تولي كلاتنبرغ رئاسة لجنة الحكام لم تكن الشكاوي كما كانت من قبل، وتطور التحكيم السعودي كثيرا. وخلال السنوات الأخيرة كان الاتحاد الدولي والآسيوي يستعين بالحكام السعوديين في البطولات القارية والدولية الكبرى. وهنا يبقى السؤال: هل الحل هو الاستعانة بخبراء أجانب؟ هل يجب أن يجد اتحاد الكرة كلاتنبرغ جديد، أم يترك الأمر للجنة الأندية مثل ما يحدث في إنجلترا، وتطور لجنة دياب ملف الحكام مثل ما فعلت في باقي الملفات الخاصة بالدوري؟ هذا ما سنراه في الأيام القادمة. أهلا بكم من جديد. يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الفقرة واحد يعني اللي معاشرش الجيل ده، وجيل مش قديم قوي يعني، لكن واحد من أمتع اللاعبين اللي كنت تتفرج عليهم في الملعب الحقيقة، رغم أنه بيلعب في الخط الدفاع في الخط الخلفي يعني، لكن كان لعيب مبهر الحقيقة، وكان زي ما تقول كده رمانة ميزان، وكان بيمثل الاستقرار في دفاع نادي الزمالك، كابتن وائل الأباني. كابتن وائل حبيبي يا محمد، مساء الفل والله زمان
ربنا يخليك ووحشني، وببارك لك طبعا على البرنامج، ودايما متفوق دايما يا استاذ محمد. ربنا يخليك، يمكن كانت ايامك ايام جميله لما كنت بتبقى معانا يعني بصراحه. الله يخليك، فربنا يكرمك ان شاء الله، وببارك لك على البرنامج مره تانية. اشكرك كابتن، شكرا جزيلا. لكن انا يعني انتوا ملاحظ حاجه، انتوا كنتوا جيل بطولات، يعني مش جيل عادي، يعني انتوا من اجيال، لو احنا جبنا مثلا قلنا ثلاث اجيال مميزه في تاريخ الزمالك انتوا هتبقوا واحد منهم، لان انتوا الجيل بتاعكم اللي هو من 2000 ده لغايه 2005 ولا 2004. 2004 انتوا محققين عدد من البطولات بتهيألي كام، 11 13 بطوله؟ 13 بطوله. 13 بطوله، في ناس خدت 13، في خدت ناس 12، في خدت في ناس خدت منهم 3 دوري في 4 سنين. تمام. كاس مصر، سوبر افريقيا، حتى كل حاجه، كؤوس، كل خدتوا كل حاجه. الحمد سوبر لله. مصر، سوبر افريقيا، خدتوا كل حاجه الحمد لله. الحقيقه يعني حتى الـ 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 حتى الان لما بيتباهى الزملكاويه بانه في شهر اختير في نادي الزمالك افضل نادي في العالم، كان في عهدكم انتوا، في عهدنا صح، 2002 2002 اعتقد صح. كان فبراير 2002 صح كده. ورغم كده انا ملاحظ الجيل ده، لما اجي اقول مثلا عبد الواحد السيد، وائل الاباني، بشير التبعي، كان حسام عبد المنعم حتى معايا من ضفع من فتره كده، طارق السيد، عبد الحليم علي، وليد عبد اللطيف، طارق السعيد، تامر عبد الحميد، طارق السعيد، يعني كان جيل عظيم جدا. لكن انتوا بعاد عن نادي الزمالك ليه؟ يعني السؤال اللي محيرني الحقيقه، يعني هو محيرني انا كمان بصراحه. ليه؟ دي ليها اسباب بقى. يعني اولا لازم تتواصل مع الناس في النادي، لازم تروح تقعد في المبنى الاجتماعي، يعني كل الناس اللي بتشتغل دي بتعمل لازم كده. لازم تطلع تتكلم في حق النادي كويس حتى لو في غلط في النادي، ودي انا بستغربها. ما ينفعش تقول حاجه على النادي حتى لو هو ماشي بصوره مش كويسه، ان انت تقول الاخطاء بتاعه النادي عشان حتى الناس تعالج الاخطاء دي. طبعا هو الهدف النقد التصويب، ودي مشكله طبعًا كبيره. ما بعملش صفحه على السوشيال ميديا ان انا اقعد امجد واقعد اقول وكلام، يعني حاجات تحس بتجرب. ان هي لا، ما تعودتش على كده، انا تعودت على الصراحه وبهرج طبعا، ومن حب النادي الزمالك لازم اقول ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك عشان يقدر يعالج الاخطاء دي. لان طول ما في اخطاء في نادي الزمالك او في مشاكل في نادي الزمالك، نادي الزمالك مش هيكبر، خلينا صراحه، مش هياخد بطولات. ايامنا كانت الدنيا مستقره وما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه الحاجات اللي بتحصل دي، ما كانش فيه مشاكل كتير، عشان كده لما كان في استقرار كان في بطولات. كابتن وائل، انت بطلت سنه كام؟ انا مشيت من الزمالك 2007 لكن بطلت سنه 2010. تمام. من 2010 لغايه 2021 اشتغلت في الزمالك؟ لا، ما اشتغلتش في الزمالك خالص خالص. وانا قلت السبب، انا يمكن رحت مره تقريبا 2012 او 2013، رحت النادي قلت اروح اشتغل في الناشئين وقطاع الناشئين، بس كنت رحت مش في بدايه موسم، كان اعتقد في نص الموسم. كان مين رئيس القطاع وقتها؟ كان الدكتور محمود سعد، راجل محترم جدا. فهو قال لي خليك مع احد المدربين الفتره دي، والسنه الجايه في التشكيل تبقى موجود. قلت له تمام. رحت 3 شهور، اشتغلت 3 شهور، بعد 3 شهور الموسم خلص. طبيعي لما الموسم بيخلص انت بتقعد في البيت مستني، بتنتظر التشكيل الجديد، مستني التشكيل الجديد. فلما التشكيل الجديد اتعمل اتفاجئت ان انا مش موجود. الغريب بقى، والسؤال الغريب اللي يعني خلاني انا مش عارف، انا ما اتحطيتش في التشكيل ليه؟ عشان انت بتجيش النادي. قلت له هو انا اسمي محفور في النادي بوجودي في النادي، ولا ببطولاتي في النادي، ولا ان انا جيت معاك 3 شهور فشفت شغلي مثلا وانت عارف ان انا موجود في التشكيل الجديد، فانت انا مستني، فانت ما حطني. هي اي معايير بتتحط؟ ده كان رد الكابتن محمود عليك ولا لا، ولا حد تاني في النادي يعني؟ كان الكابتن محمود الخواجه. كابتن محمود الخواجه قال لك كده؟ قال لك عشان انت ما بتجيش النادي. ما بجيش النادي. قلت له انا مش لازم اجي النادي عشان اشتغل في كان النادي. كان الكابتن محمود سعد سابق قطاع؟ لا، كان موجود في القطاع. بس الرد كان من الكابتن خواجه. بعدها ما اتكلمتش لغايه النهارده. طبعا بص استاذ محمد، يعني مش عايز الناس تزعل مني، لكن لما تلاقي العقليه كده، انا مش فاهم يعني، ما طول ما العقليه كده مفيش حد هيشتغل. انا مش لازم ابقى متواجد، ومش لازم اجي في الغلط، ومش لازم اقول، ويعني في كلام غريب بيتقال يعني. يعني لما تيجي تسمع مثلا انت خسرت من النادي الاهلي 5-3،
وواحد مسؤول يقول لك ايه انا خسرت 5-3، خسرت في الشوط الاولاني وكسبت في الشوط الثاني 3، تخيل. هل دي عقليه ينفع تبقى مسؤوله في نادي الزمالك؟ لا طبعا. ان انا لما اجي اتكلم على ماتش اهلي وزمالك وانا خسران 5-3 وبقول الحمد لله ان الماتش طلع 5-3، ان انا قللت او قللت الفارق الكبير في الاهداف، وان انا عدت للمباراه من جديد اقول عشان ارضي جمهور نادي الزمالك او ارضي الناس المسؤوله في نادي الزمالك، او اقول ان انا بحب نادي الزمالك، اقول انا خسرت الشوط الاولاني وكسبت الشوط الثاني 3، ده الناس تضحك علينا. هل انا اقول كده عشان اشتغل في نادي الزمالك؟ لا طبعا. طب مش قايل والله حتى لو هقعد في بيتي مدى الحياه، لان انا عندي نادي الزمالك ده كبير. كنت لسه هقول لك قيمه الزمالك ملوش علاقه طبعا باراء شخوص، يعني ده شخص مسؤول. ما هو اللي يزعلك من شخص مسؤول وان قال الجمله وعادي ما حدش اتكلم. طب متخيل ان انا كنادي الزمالك نادي كبير الناس تضحك عليا؟ قيمتي انا وقيمه كلامي من قيمه نادي الزمالك. لازم الناس تعرف ان الراجل اللي بيتكلم ده اولا بيتكلم بما يرضي الله، بيتكلم بحق ربنا، بيتكلم صح، بيتكلم فنيا صح، عامل قيمه لنادي الزمالك. انا لما رحت اشتغلت في نادي الزمالك او الثلاث شهور اللي انا رحتهم ما كانش عندنا ملاعب، فشفت حاجه غريبه ان احنا مأجرين ملعب. لما لقى ان احنا مأجرين ملعب واي حد داخل الملعب، اي حد، اولياء الامور على اي حد، على تحس ان هي، انا اسف في الكلمه، يعني منظر مش، انا قلت ازاي يا جماعه احنا قيمه، لازم يبقى فيه تعامل معين للعيبه داخل الملعب ده. الملعب ده لازم بقى خصوصا لعيب صغير بتعلمه لسه الالتزام، بتعلمه انتماء، بتعلمه حاجات كتير طبعا ده. لازم تعمل قيمه. القيمه دي اولا لنادي الزمالك طبعا ولينا، يعني الناس تزعل مني عشان عايز اعمل قيمه كبيره لنادي الزمالك؟ عايز اقول للناس ان نادي الزمالك ده مش اي حاجه، نادي الزمالك ده نادي بطولات، ده اللي انا اتعلمته. لكن لما امشي مع السوشيال ميديا او ان انا اقول اي كلام عشان افرح الناس اللي موجوده في نادي الزمالك، او ان انا اقول الجمهور يحبني، لا بالعكس، انا مش شايف كده. انا لما اعمل قيمه للنادي ده بالنسبه لي يرضيني، لان انا عايز اكبر النادي ده. اكبره ازاي؟ لازم ان انا اكون راجل بتكلم صح، عارف انا بتكلم ازاي، عارف كل كلمه طالعه ازاي، مش اي كلام بيتقال. لكن انت مش متواصل خالص مع حد في النادي؟ لا انا مش متواصل مع حد مسؤول في النادي، لكن مع ان في ناس المفترض عارفينك كويس جدا ويمكن لعبوا معاك. يعني كابتن اسماعيل يوسف لعب معاك؟ لا دربني لكن ما لعبش معايا. ما لحقتوش يعني. لا يعني اول سنه ليا في نادي الزمالك كان كابتن اسماعيل يوسف مدرب. تمام، يعني في، يعني الناس عارفينك. يا كابتن اسماعيل دلوقتي موجود في النادي، كابتن جمال عبد الحميد موجود في النادي، كابتن طارق يحيى موجود في النادي. يعني في ناس كتير، حتى كابتن خواجه لسه موجود في النادي. يعني في ناس عارفين من هو الاباني، مش متواصل معاهم نهائي؟ لا مش متواصل. يعني انا لما لقيت القصه كده فما بتواصل. يعني اخر مره كلمت كابتن اسماعيل كان امتى مثلا؟ حصل بينكم كلام يعني لاي سبب؟ صدفه حتى؟ لا صدفه اعتقد ممكن يكون من سنه. قابلته صدفه كده في مكان يعني او حاجه؟ من سنه. من سنه او اكتر من سنه كمان. مجرد سلام وخلاص يعني؟ استاذ محمد، هل انت محتاج تتكلم عشان تشتغل؟ في ناس كتير اشتغلت، مش عايز الحته دي، ما بحبش اخد فيها قوي، لكن ما خدش اللي احنا خدناه. انت النهارده لما تيجي تتكلم، بتتكلم كبطولات؟ طبعا. لما تيجي تتكلم على احسن لعيبه في نادي الزمالك بتتكلم بالبطولات، صح ولا انا بتكلم غلط؟ طبعا. اعلى واحد في نادي الزمالك واخد 4 دوري، ده اعلى واحد. اللي هو لما تيجي تقول ان هو نجم وبيجي هنا وبيجي هنا وبيشتغل هنا وبيروح هنا والناس بتمجده وكل ده، 4 دوري. تمام، انا واخد 3 دوري. هل انا ما اتساواش بيه؟ ده مين اللي خد 4 دوري؟ في ناس من جيل 90 واخدين 4 دوري. اعتقد في ناس واخد 4 دوري. ممكن يكون كابتن هشام كان واخد 4 دوري، كابتن اشرف قاسم، يعني في ناس واخده 4 دوري. فلما تيجي تحسبها، وفي ناس واخده بطولتين في النادي وبتتمجد عادي.
هل هو ملوش قيمه؟ لا ليه قيمه. كابتن هشام هو بعيد برضه 4 دوري ما شفعلوش. بس انا بتكلم في ايه عشان بس الناس ما تفهمنيش غلط، هو ليه قيمه؟ ليه قيمه طبعا، وليه قيمه عندي انا كمان طبعا، وكلاعب كوره لعيب كبير ولعيب محترم طبعا، ما عنديش مشكله. بس ما ينفعش ما يبقاش فيه تساوي، لا ما ينفعش يبقى فيه ما فيش مساواه. يعني لما تيجي تتكلم على نادي الزمالك واخد 13 دوري، لما اكون انا واخد 3 دوري ده غير الباقي بقى، يعني انا واخد مثلا 11 بطوله. لما تيجي تحط في التتر كده في قناه نادي الزمالك انت مش محطوط، في ناس كتيره من جيلنا مش محطوط. حتى لما بيجي يقول لك ايه فلان الفلان كم هدف كم دوري كم بطوله، شوف ناس واخده بطوله وناس واخده بطولتين واسماء متصدره وبتيجي على شاشه البرومو، احنا مش موجودين، في ناس ما لعبتش في النادي. انا بس عايز اقول للناس كده ان كابتن وائل كان من الجيل اللي اخذ دوري ابطال افريقيا، اخذ كاس الكؤوس الافريقيه، اخذ سوبر افريقي، اخذ سوبر محلي، اخذ دوري مصري، اخذ كاس مصر، كل حاجه يعني. كل حاجة. الجيل ده اخذ كل حاجه، كل حاجه يعني، اي بطوله تذكرها في النادي الحمد لله انا واخدها واخدها. وهرجع تاني للدوري لان الدوري ده المهم طبعا، 13 هو البطوله الام يعني، 13 واخد 3 كانوا 12 كنت انت واخد 3 برضه، كانوا 11 كنت انت واخد 3، فبتتكلم لحد 11 دوري انت واخد 3، يعني بتتكلم في ربع الدوري بتاع نادي الزمالك. هل مش من حقي ان انا اكون موجود؟ من حق. هل لازم اطلب؟ هل لازم اطلع اقول الكلام ده؟ ما الكلام ده معروف. لا وانت ما كنتش مجرد لعيب، انت كنت لعيب كبير في نادي الزمالك. الحمد لله انا ما اقدرش اقول دي. يعني حته ان انا لعيب كويس او مش لعيب كويس دي انا بسيبها للناس هي اللي تحكم ان كنت انا لعيب كويس او مش لعيب كويس، اديت في نادي الزمالك ولا ما اديتش. لكن لما تيجي تتكلم على التاريخ يا استاذ محمد، لا ليه تاريخ في نادي الزمالك. طب قول لي يعني انت بعد كده، يعني انت بعد ما اعتزلت برضه اشتغلت في الكوره؟ اشتغلت مرنت انديه في الدوري الممتاز، مرنت سيرس الليان كانت درجه ثالثه. اول ما بدات بسيرس الليان والحمد لله كنت ماشي بيهم اول، ولولا احداث بورسعيد والدوري اتلغى ساعتها كنت لعبت 13 ماتش كسبت 12 وتعادلت ماتش. وبعدين مسكت بقى مصريه للاتصالات ممتاز بيه، وبعدين مسكت منتخب السويس ممتاز بيه، مسكت سما النود ممتاز بيه، مسكت في اتحاد الشرطه مدرب مساعد مع الكابتن هاني رمزي في الممتاز، مسكت مدرب عام في اتحاد الشرطه مع طارق السعيد، مسكت مع مؤمن سليمان في الانتاج الحربي مدرب عام سنه الصعود، مسكت مدير فني في طلائع الجيش قطاع ناشئين، مسكت رئيس قطاع مصريه للاتصالات ناشئين السنه اللي فاتت، لا مسكت انديه، مسكت بني عبيد. يعني اصبح عندك خبرات دلوقتي كمان. لا اشتغلت في الدرجه دي كتير، انا بقالي 10 سنين شغال الحمد بس لله. انت بتمتن مهنه تانية غير الكوره ولا؟ لا هي الكوره فقط. كوره يعني انت باخر تجربه ليك كانت المصريه للاتصالات؟ رئيس قطاع ناشئين السنه اللي فاتت. طب انت بتعمل ايه طب لما بتبقى مش شغال؟ ما بعملش حاجه، مستني الفرق. طب كابتن وائل انا عايز اسالك، يعني الجيل بتاعكم العظيم ده اللي حقق هذا الكم من البطولات، وانا اعتقد ان مفيش جيل في تاريخ الزمالك جاب عدد البطولات ده في التوقيت ده. في التوقيت يعني في الفتره الزمنيه 3 4 سنين بيجيب هذا الكم من البطولات، يعني ممكن تكون في ناس حققت 4 دوري. خد بالك يا استاذ محمد كمان مش 3 4 سنين قوي، ده ممكن يكون في سنتين، لان اكتر البطولات كان في 2002 و2003 و2003 2004 الموسمين دول تحديد. لما تيجي تتكلم بقى يعني اللي واخد مثلا 11 بطوله زيي واخد في سنتين، كان بطوله كاس افريقيا الكونفدراليه اللي دلوقتي، وكان واخد دوري. في 9 بقى بطولات تانيين واخدينهم من 2002 او 8 بطولات من 2002 كان 2003 كان كابرال وفنجاد الاثنين دول تحديدا. كابرال ده كان هو ابو البطولات. كابرال وفنجاد الاثنين كانوا يعني كابرال في الفتره الاولانيه كنتوا واخدين 6 بطولات مع كابرال تقريبا. فكان في الفتره الاولانيه لا يعني انا عايز اقول لي بس الناس حاجه، ان كابرال كان بعد اوتوفيستر بعد ماتش الست، بعد ماتش الست، وعايز افكر الناس بعد ماتش الست الزمالك خد الكاس بعدها بشهر تقريبا ولا شهرين المحله لو تفتكر. انا فاكر بس كنت وقتها بغطي الزمالك، احنا غطينا الزمالك واهلي واتحاد كوره كتير، بس في الفتره دي كنت في الاهرام بغطي الزمالك. وجي كابرال بعد الكاس فكسبته سوبر مصري، وبعدين كسبته افريقيا ماتش الرجاء تامر عبد الحميد تمام مظبوط كده تمام، وبعدين كسبته سوبر افريقي الوداد، وبعدين كسبته الدوري، وبعدين مشوا كابرال وقتها. ما هو ده بقى الغريب. وبعدين جه فنجاده، من حسن الحظ ان فنجاده جه. مدرب كبير طبعا. من حسن الحظ ليه؟ انك تمشي واحد كويس وان انت ربنا يكرمك في واحد كويس. خدت دوري برضو. خدنا دوري.
خدنا دوري وخدنا سوبر سعودي ومصر السعودي وخدنا برضو يعني بطولات كتير. خدنا حوالي 4 بطولات مع. طب لما اقول ايه الفرق بين الجيل الحالي، ما الجيل برضو الحالي في نجوم يعني، في طارق حامد، في محمد عبد الشافي، في يوسف اوباما، في يعني بن شرقي، في ابو جبل، يعني في برضو نجوم كويسه موجوده في الفريق، يعني في الونش، يعني في عدد من النجوم. ايه الفرق بين الجيلين يعني، الجيل بتاعكم لو هتديني كده مقارنه، ليه الجيل ده خد بطولات كتير والجيل ده لا؟ استقرار اداري واستقرار فني برضو، الاثنين فني بمعنى ومع احترامي بتاعته. ومع احترامي طبعا للجيل الموجود، الفنيات قلت، ما بقتش زي زمان. انت كنت بترقص وتخش وتقطع الفنيات يا استاذ محمد قلت، المواهب قلت. يعني قلت اصلا كنت ليه ايامنا من وانت صغير يعني قبل ما تلعب فريق اول؟ لا انا اول ما بدات باك ليفت وانا عندي 13 سنه كمان. كنت انا قلت كنت بتلعب تحت الفريق. لا سبحان الله، يعني كنت باك ليفت. انت اشول؟ لا مش اشول، انا غريبه برضه والله، كنت بجيب اجوان مش عارف جت ازاي يعني. فهي جت معايا كده حته الليبرو دي، وبعدين كنت بلعب فيها. وبعدين كنت بلعب ديفندر، بعد كده اتنقلت لديفندر، وحته الليبرو دي جت صدفه. انا كنت في نادي اسكو ناشئين 18 سنه، فهي الدرجه الاولى كان بيدور على ليبرو، فالليبرو اللي معانا كان مصاب. فانا كلمت المدير الفني بتاعنا، قلت له ما تكلمهم لي اطلع يعني الدرجه الاولى يعني ليبرو بتاع. قال لي انت ليبرو ازاي ومش ازاي؟ قلت له كنت باك ليفت وقتها. لا مش وقتها، وقتها كنت ديفندر. تمام. باك ليفت دي وانا صغير 13 سنه، لعبتها سنه او سنتين بالكثير. فلما قلت له يعني تحس ان هو لا يعني ايه اللي انت بتقوله، تلعب ليبرو ازاي؟ قلت له لا يعني جرب. انت لمجرد ان المكان ده فاضي ولا انت كنت شايف نفسك في الليبرو تدي؟ كنت شايف نفسي ان انا العب، لان انا يعني برضه انا حته الهدوء والكره من تحت والكلام ده، لا والرؤيه، والرؤيه كنت انا عارفها. ولما تيجي كمان من تحت فبيبقى ليك افضليه كمان بشكل كبير. فقلت له يعني كلمهم عليا، فما رضيش. المهم مره في الثانيه في الثالثه فكلمهم، فطلعت بالصدفه فلعبت ماتش ودي. انا فاكر الماتش ده كان مع الالومنيوم، ايام ما كان الالومنيوم الومنيوم يعني، كان في الدوري الممتاز. فعملت ماتش كويس قوي لدرجه ان لعيبه الالومنيوم كانت بتسلم عليا، عارف برضه هو الترقيص والحاجات دي، الناس استغربت حاجه جديده. فلما عملت ماتش كويس ما نزلتش تاني. ما نزلتش تاني، بقيت في الدرجه الاولى. لا فضلت في الدرجه الاولى. اوكي، ما نزلتش يعني ناشئين بقى خلاص. ما نزلتش ناشئين وفضلت في الدرجه الاولى وخلاص تصنفت ان انا في المكان ده. فلما لعبت في المكان ده لما حاولت اخرج من نادي اسكو، رحت اختبارات الاول يعني. انا ما حدش اشتراني كده، لا ده انا رحت جربت سنه وسنتين في الدوري الممتاز، وكان الاختلاف كان بيبقى على الماده، لان كان نادي اسكو بيبالغ شويه في الفلوس، لحد ما استقريت الحمد لله في اسوان كاليبرو برضو. فهو ده يعني مشيت معايا الحمد لله، لكن هي جت صدفه يعني. طيب جت صدفه، والزمالك خدك ازاي يعني؟ ماتش الزمالك واسكو مثلا؟ لا هو الزمالك خدني من اسوان. انت رحت أسوان. اسوان سنه الدوري الممتاز، والزمالك خدني من اسوان. كان اللي رشحنا الله يرحمه الكابتن ابراهيم يوسف، الله يرحمه، والكابتن ابراهيم ملك الليبرو كابتن ابراهيم يوسف يعني. فكون ان الكابتن ابراهيم يوسف يرشحك او يبقى عينه عليك، ده في حد ذاته يعني شيء كبير ليا بصراحه. وكنت يعني احترمت طبعا، وكنت مبسوط جدا ان الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه ان هو اللي اتكلم عليا ان انا اجي نادي الزمالك. وفي نفس الوقت برضو الكابتن ابو رجيله، يمكن برضو الاثنين كانوا متابعيني بشكل كويس. ف يمكن كمان الكابتن ابراهيم يوسف هو اللي جه معايا اسوان، خلص الصفقه دي. كان في شرط جزائي 75 وتقريبا اتدفع 100,000 جنيه ورحت نادي الزمالك. كان ليك موقف وانت بتلعب رحت مضيت للاهلي. جت ازاي دي؟ جت ازاي؟ انا كنت في نادي الزمالك ساعتها، كنت ماضي في نادي الزمالك 5 سنين. ال5 سنين كلهم كانت السنه ب 30,000 جنيه. كنت انا جاي من اسوان السنه ب 30,000 جنيه. تمام، انا كنت راضي وزي الفل والدنيا تمام، ما عنديش اي مشاكل. بس في خلال ال5 سنين كان الناس اللي ب 30 وب 40 وب 50 عدلوا عقودهم كذا مره، وانا ما تعدلش العقد بتاعي. فبرضه ما اتكلمتش، لان انا ارجع اقول لك ان التعاقد شائعه المتعاقدين، فخلاص انت مكتوب فمش من حقك، خلاص هم عايزين يعدلوا مش عايزين خلاص. فجيت في اخر سنه النادي الاهلي بعت وسيط
ان انا اروح النادي الاهلي. فبصراحه كلمت الناس في نادي الزمالك، قلت لهم انا هتجددوا معايا ولا مش هتجددوا معايا؟ قال لك لا هنجدد معاك. طيب هنقعد؟ هنقعد. قعدنا نجدد، كلمنا في التفاصيل، طيب هتجدد بكام؟ قلت لهم انا هجدد السنه ب 400,000. كان ساعتها الاسعار دي هي الاسعار اللي كانت موجوده. لا بس انت كنت وقتها نجم كبير في الدوري المصري الحمد لله. نادي الزمالك يعني الحمد لله. فكان ساعتها كنت عنصر مؤثر كمان في نادي الزمالك الحمد لله. فكان ساعتها الاسعار من 400 ل 500، فقلت لهم انا عايز كان رقم طبيعي تقصد بالنسبه للاسماء الكبيره في النادي يعني. اه الارقام دي كانت عاديه مش اللي هي رقم مبالغ فيه عشان الناس بس تقول لك اصل الرقم ده لا كان موجود. فانا طلبت الرقم ده، قلت لهم انا في السنه هاخد 400 وهاخد سنه ونص مقدم. وافقولي على كل حاجه. كان وقتها الدكتور كمال درويش رئيس النادي. اه وافقولي على كل حاجه. في مشكله؟ مفيش مشكله. الدنيا تمام؟ الدنيا تمام. خلاص؟ خلاص. تجدد؟ حضر الشيك انا امضي لك على طول. ما عنديش اي مشاكل. فبعدها باسبوع بالظبط لقيت كلام في الجرايد ان انا بغالي على النادي وان انا مش عايز اجدد في النادي وان انا بلاوي على النادي وكلام كتير. فانا طبعا انا من النوعيه اللي ما بحبش اصدق الكلام اللي يتكتب الا لما بكلم الشخص اللي كان معايا. ده كان مين؟ كان عضو مجلس اداره؟ اه. اللي هو مين بقى؟ ما كل ما اقول اسمي يزعل. كل ما تقول اسمه يزعل بصراحه. يعني قلته قبل كده؟ اه. طب ما تقول. فالباشمهندس هاني زاده. اه اوكي. فانا كلمته ساعتها. اصل حاجه مش هتستخبى وانا ما بقولش حاجه ما حصلتش. فانا كلمت ساعتها قلت له يا باشمهندس حضرتك لقيت كلام مكتوب في الجرايد على لسانك، هل ده حصل؟ قال لي ولا لسه احنا مش هنقدر نلبي الطلبات اللي انت قلتها. فخلاص قلت له طب حضرتك انت لما قعدت معايا ما قلتليش كده. تكلمت دكتور كمال درويش ساعتها وقلت ان هو موافق والدنيا كان فيها انتخابات وقلت لي ما فيش مشكله واللي انت عايزه ومشيت على كده. انا لا اتكلمنا في حاجه تانية ولا انت قلت مش هينفع او احنا ما معناش الفلوس او فانت ليه تتكلم عليا كده؟ انا ما غلطتش. فقال لي احنا مش هنقدر ندي الطلبات اللي انت طلبتها. قلت له خلاص اوكي. اتبعت لي مرسال تاني من النادي الاهلي فقمت رايح. ظهر الكابتن عدلي. اه فقمت رايح يا والو طب ايه الدنيا ايه؟ ومضيت في النادي الاهلي بنفس المبلغ على فكره اللي هو 400,000 بنفس المبلغ. ما طلبتش ازيد على فكره، خد بالك انا مش انا مش من النوعيه اللي انا ايه. ومضيت يا كابتن. ومضيت وخدت 100,000 لحد بدايه السنه. خد بالك مش معلن. لا مش معلن. خدت 100,000 لحد بدايه السنه اخد بقيه فلوسي. يعني مع انطلاق الموسم اللي هتبدا بيه بقى. اه هاخد بقيه فلوسي اللي هو سنه ونص اللي هو المقدم. يعني انت نفس اللي انت طلبته من الزمالك هو اللي طلبته من النادي الاهلي. طب وده ده ينفع؟ هي ما كانتش بالنسبه لي مساله. طيب يا كده كنت فرصه الاهلي بقى الاهلي عايزه. انا الحمد لله اصل انا صادق في كلامي. انا طالب اللي انا عايزه خلاص. انا يعني راضي يعني هتاخد ال 400 هتاخد برضه السنه ونص مقدم. كنت هاخد اه 40% تقريبا. اه فادوك ال 100,000 والباقي لما تيجي تلعب اول ما تبدا معاهم تاخد بقيه الفلوس. تمام. والباقي على الثلاث سنين. تمام تمام. بس احنا اتفقنا اتفاق ان ما يعلنش. تمام. طبعا واحد يقول لك ازاي يعني واحد بيمضي من نادي الزمالك في النادي الاهلي وانت في نادي الزمالك ما يعلنش؟ اه يا سيدي ما يعلنش. ما يعلنش يعني تفاصيل. ما هو طبيعي ان انت لما تيجي انا ما جددتش، طب الناس عايزه تجدد، طب الناس هتخمن وتقول اه ده مضى في النادي الاهلي. اي كلام ده مش مشكله بالنسبه لي. ما عنديش مشكله. لكن انت ما تقولش. ده اللي كان موسم كام يا كابتن وائل بقى؟ ده 2004 2005. يعني في نهايه 2004. اللي هو بعد ما خدتوا الدوري كنتوا انتوا مفنشين الدوري واخدينه. كان قبل الدوري، ده كان لسه الموسم شغال. وكان عندي ماتش على فكره. يعني انا مضيت في النادي الاهلي وكنت هلاعب النادي الاهلي بعدها باسبوع ولعبت النادي الاهلي وكسبنا الحمد لله عشان ما حدش برضه يقول ايه لا اصل عشان مضى في النادي الاهلي مع فينجادا. كسبنا مع فينجادا. اه وكان جوزيه مدرب الاهلي؟ ما كانش جوزيه بيتهيألي في الفتره دي. كان لا ما كانش مانويل جوزيه. ما كانش كان لسه ما جاش مانويل جوزيه. جه مانويل جوزيه جه في 2001 ومشي. لا في الدور الثاني مانويل جوزيه جه في الدور الثاني. اه اوكي. وكمل معاهم كان لسه ما جاش. يعني اللي كان عايزك اقصد مانويل جوزيه اللي كان مرشحك اللي الكابتن عادل. لا لا ما كانش لسه جه مانويل جوزيه. هو اعتقد مجلس الاداره هو اللي كان موجود هو اللي رشحني للنادي الاهلي. فبعدها خلاص انا بلعب والناس برضه تقول ده مضى النادي الاهلي كنت الكلام ده بسمعه فخلاص مش فارق معايا يعني. انها بتلعب وبتدي عادي فيه. لحد ما جالي بقى ان انا مضيت بالتفاصيل انا خدت كام وكنت قاعد مع مين وكنت 12. فين
اتنشرت، فهم يعني قالوها للناس، فانا زعلت جدا. يعني انا النهارده يعني هل انت مش عايز تحافظ عليا؟ لاحظ ان انا في نادي الزمالك، يعني كده انا لما اكون في نادي الزمالك وماضي عندك بالتفاصيل اكيد هياثر عليا، اكيد طبعًا. الناس مش هتسيبني، الجمهور مش هيسيبني، هتاثر عليا. فانت هل انت عايز تاثر عليا؟ ما انا جاي عملت لك. ايه بقى ساعتها؟ كلمت الباشمهندس عادل القيع وكان في السعوديه وقلت له انا عايز عقدي، بس انا راجل بسيط بتعامل ببساطه. يعني ما كلمكش حد في اداره الزمالك قال لك انت مضيت في الاهلي طب تعالى بقى تجدد معانا؟ لا، ما هم لما عرفوا ان انا مضيت في النادي الاهلي مش عايز اقول لك بقى، جاب ورا هاني زاده اللي انت عايزه. بص، قالوا لي اللي انت عايزه ولازم تيجي، وكانوا كنت انا بحاول اهرب منهم بصراحه لحد ما اشوف، لان انا قلت لحضرتك ان انا كلمت الباشمهندس عادل القيا وقلت له ان انا عايز العقد بتاعي، وقال لي طب انا في السعوديه لما اجي مفيش مشكله. الفتره دي كان مضى في الاهلي برضه شيكابالا؟ لا ما اعتقدش، وهو برضه كان ليه تجربه كده. لا كنت انا وطارق السيد، بس طارق السيد ما مضاش، كانوا عايزين طارق السيد كمان. يعني احنا الاثنين رحنا بس كل واحد لوحده. اوكي، بس طارق ما مضاش، تراجع في الاخر لان طارق ما حصلش معاه اللي حصل معايا. يعني انا لما حصل معايا الموقف ده من المشمون ثاني زاده، فلما اتبعت لي تاني، مش انا كمان اللي طلبت، لما اتبعت لي تاني فرحت. فلما حصل كده خلاص يعني. طب لما تسترجع بقى الكلام ده بتندم عليه ولا ده عادي؟ دي اعراف الكوره العاديه. ما بندمش على حاجه الحمد لله، لان اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، بص لو كل واحد عارف الصح من قبل ما يعمله ما حدش في الدنيا ده هيغلط. مظبوط. فانا راضي بنصيبي. ليه؟ انا هرجع اقول لك، انا كان ممكن اروح النادي الاهلي وابطل. في ناس راحت النادي الاهلي من نادي الزمالك ما ادتش بنفس الاداء اللي كان فيه في نادي الزمالك، وسنتين وبطل. مش هذكر لك اسامي، لكن سنتين وبطل. لما نيجي نتكلم على اكوتي منساه، ايه رايك؟ فاكره؟ فاكره طبعا. لعيب ايه؟ طبعا عالمي في نص الملعب. طب بس جاله صليبي وبتاع، راح النادي الاهلي حصل ايه؟ إصابة. بطل. اصابه. فدي حاجه اسمها ايه؟ بتاع ربنا، كل شيء نصيب. فانا معترف ان كل شيء نصيب الحمد لله. طب. فما بندمش على حاجه. طيب لكن انت من جواك زملكاوي، يعني حتى وانت بتمضي في الاهلي وراح تلعب في الاهلي انت كان من جواك زملكاوي صرف يعني؟ طبعا، بس الاحتراف ملوش علاقه. طب انا فاهم ده شغل في الاخر، تعتبره زي شغل يعني. طبعا. طب اذا انا هعمل دلوقتي هتكلم عن دلوقتي، يعني ايه اللي بيميز الاهلي على الزمالك كلاعبين دلوقتي؟ ولا فيش فروق كبيره؟ ولا متساويين؟ ولا الزمالك احسن؟ لا، هو لو بتتكلم على فروق فنيه ما تحسش ان في فروق فنيه، لكن في التزام. الفرق في الالتزام بين الاثنين. النادي الاهلي تحس انه ملتزم فنيا في الملعب، خد بالك مش بتكلم كمان اداريا، لان كل نادي وفيه مشاكله. لكن النادي الاهلي اللعيبه بتاعته تحس ان هي ملتزمه فنيا في الملعب. نادي الزمالك على فترات، مش هقول ان هو مش ملتزم، لا، لكن على فترات. يعني نادي الزمالك لما شفناه في اخر الموسم اللي فات تحس ان هو اما تكاتف وعرف ان بطوله افريقيا راحت، ولما حصل المشكله بتاعت الماده، لما قال لك احنا مش هننزل الملعب الا لما ناخد فلوسنا، وبعدين خسروا البطوله بسهوله بتاعت افريقيا بسبب الموضوع ده. فلما لقوا الناس كلها هجمت اللعيبه الحل. حصل ايه؟ بقى في تكاتف، وبقى في استقرار فني بين اللعيبه والجهاز الفني. فخلاص، كان حتى لما تيجي تبص على الاداء بتاع اخر 8 9 ماتشات، ممكن يكون الاداء مش هو الاداء اللي يرضي الناس. مش هو الزمالك اللي هو انا بكسب بالاثنين ثلاثة وانا مستريح، لا، كان ممكن يبقى اداؤه متذبذب، ماتش كويس ماتش وحش، لكن هو عايز ايه؟ ياخد البطوله. فكان ملتزم داخل الملعب، فكان ربنا بيكرمه فيكسب حتى لو 1-0. لكن الاهلي ملتزم طول الوقت، حتى خسران طول كسبان الوقت. ملتزم طول الوقت. ولما تيجي كمان الفرق بين الاثنين كمان، نادي الزمالك لما تحس ان يبقى في مشاكل في النادي او عدم استقرار في النادي بيأثر على الاداء داخل الملعب. النادي الاهلي لا، عكس كده. هو الاهلي في مشاكل؟ لا، لما تيجي ساعات، يعني انت النادي الاهلي لما تاخد منه الدوري السنه اللي فاتت دي مشاكل طبيعي. انت النهارده لما تكون لو كسبت الماتشات المتاجله كنت انت فارق عن نادي الزمالك باربع نقاط او ست نقاط. باربع. قصدك ان ده ما بيأثرش على الاهلي؟ ما بيأثرش، تحس ان هو بيلم نفسه بسرعه. نادي الزمالك لان تحس ان كل ما يستقر تلاقي في حاجات كده بتخش النادي زوبعه كده، يعمل عدم استقرار، فدي تبقى مشكله كبيره جدا. كل ما الامور تهدى فبيأثر. تمام. يعني ان كان نواحي ماديه، نواحي فنيه. مين اللعيب اللي لما بتتفرج
على نادي الزمالك او في الجيل ده يعني تحس ان في منوال الأبين ولا مفيش؟ لا الحقيقه مفيش، لان طريقه اللعب اختلفت. خلينا صراحه وهرجع اقول لحضرتك المواهب اختلفت. يعني لما تيجي تبص للجيل بتاعنا لا كلهم لعيب الكوره. اتكلم على حازم امام، جمال حمزه، حسام حسن، ابراهيم حسن طبعا، وابراهيم حسن، وليد صلاح، عبد اللطيف، عبد اللطيف، وعبد الحليم علي، والدوماني، طارق السعيد، طارق السعيد، محمد صبري، اسامه نبيه، وائل قباني، مدحت عبهادي، بشير التبعي، ايمن عبد العزيز، مش عايز انسى حد، احمد صالح، مش عايز انسى حد عشان تامر عبد الحميد، دونجا، تامر عبد الحميد. لا بتتكلم كمونه كمان بتتكلم في حاجه تانية خالص، حاجه مختلفه حتى في الكوره. في كانت فنيات يعني المواهب كانت اعلى من دلوقتي. دلوقتي لان مش عايز اظلم الجيل ده، لان بقى فيه سرعه وقوه اكتر، تمام، فالفنيات قلت. طب ده ليه؟ لان هنا الخوف برضو، هنا في خوف على تنفيذ التكتيك في الملعب. يعني انت النهارده لما تيجي تبص على الدوري الاوروبي مفيش حاجه اسمها الكره تطلع طويله، انا ما بشوفهاش. تحت ضغط، مش تحت ضغط، 4-4، 5-5، انا ما بشوفش الكره تطلع طويله. هنا لا، هنا ما بيطبقش، هنا يقول لك اصل لو اتقطعت وجات جون هشيل انا، هشيل انا. طيب مين اللي بيدي الثقه دي للعيبه؟ المدرب، نمره واحد. نمره اتنين الجمهور. يبقى انت هنا لازم تغير ثقافتك كمدرب، كلعيبه، كجمهور. طيب انا بستغرب لما الجمهور بيتفرج على الكره الاوروبيه ويعجبه يقول لك ايه ده، بص بينقله فين، ده اللعيب ده الجون بيلعب مع اللعيبه، ايه اللي احنا بنشوفه ده، ده الناس دي في حته تانية. طب انت كجمهور كده مبسوط. طب لو انا كمصري كزمالك او اهلي وانت بتشجعني عملت كده، لو انا عملت كده مش هتفوتها لي، لكن لما تشوفها في اوروبا بتبقى تقول مش إيه عارف ليه. هل الكره الاوروبيه كانت كده؟ لا، هي اتطورت مظبوط، لكن انت ما اتطورتش معاها. ده كان زمان الكره الانجليزيه ولا الكره الطويله طول الوقت طبعا، فاكر الكره الانجليزيه طبعا دي. والكره الايطاليه اللي يقول لك دفاع بس، ديفنس طول الوقت مظبوط. فانت النهارده الناس دي طورت من نفسها، حتى الافارقه طوروا من نفسهم طبعا طبعا. انت الوحيد اللي بتاخد وقت عبال ما بتطور نفسك. يعني انت الوحيد، يعني احنا بنقابل مشاكل هنا كبيره جدا. اولا مش عارف تعمل منتخب قوي لان انت ما بتحضرش، لان انت ما فيش تطوير مع الكره الاوروبيه، فانت كده كده ما بتتقدمش خطوه. تمام. طيب الحاجه الثانيه، انت النهارده لما كان الكره الاوروبيه بتلعب باربعه انت كنت برضو مصمم انك تلعب بليبرو فتره طويله، فمتاخر على الناس دي بكتير سنين لحد ما بقيت تلعب باربعه. هل انت لما تغير من مرحله لمرحله مش هيبقى فيه اخطاء؟ طبيعي هيبقى فيه اخطاء طبيعي، لكن بعد الاخطاء دي هتبقى ماشي زيك زي الناس دي مظبوط، لان الناس دي كده. خد بالك، ما انت النهارده ما بتتفرج، ما في ناس بتخطا مظبوط وتيجي جوان ما بشوفش. في الدوري الانجليزي على طول الاخطاء احنا بنشوفها، انا بيقولوا لي الحلقه خلصت تتخيل. الوقت بيجري غريب جدا. طب انا قبل ما اختم عايز اسالك، مين اللعيب اللي شايف ان الزمالك ما ينفعش يستغنى عنه في ظل تجديد العقود؟ عندك بن شرقي وطارق حامد وعبد الشافي، كل الناس دي عقودها بتتجدد دلوقتي. هو لو بتتكلم على اللي بيجدده ولا عامة؟ هو على الأقل اللي بيجدد اللي هو ممكن يمشي، إنما عامة هو قاعد مرتبط بعقد. طارق حامد يعني ممكن بن شرقي يمشي مفيش مشكلة، لكن طارق حامد يبقى مشكلة. لا هقول لك ليه بن شرقي يمشي، لأن بن شرقي زيه زي ساسي، طالما ما مضاش يعرف إن هو بيظبط في حتة تانية، تعرف إنه ماشي. والمشكلة بتاعت ساسي أنا اتكلمت فيها قبل كده، عمالين نتكلم على ساسي ويماطل ونتكلم ويماطل ونتكلم وبعدين قلت لهم لا ما ينفعش، انت لازم تشوف بديل، لازم تجهز بديل. فساعتها ما كانوش بيجهزوا بديل فكانت مشكله، والكلام ده انا قلته والناس برضو مين بتزعل. بديل بن شرقي ما فيش حد في الحته دي. رزاق سيسي ما مصاب رجع يعني جاهز دلوقتي، يبقى رزاق سيسي. ورزاق لعب كويس، لعب كويس، لو لعب هياخد. احنا انا اصلا وبن شرقي موجود قلت لهم ناس الزمالك عنده مشكله ناحيه الشمال، طرف الشمال اللي هي بن شرقي، فما كانش فيها غير بن شرقي بس، والناحيه اليمين فيها خمسه، انا ما شفتش فرقه بتتكون كده. يعني غريبه دي. بس الوقت رزاق يشيل القصه دي طبعا. يعني انت شايف ان طارق حامد لا غنى في الوقت الحالي عن نادي الزمالك طبعا. انا الوقت جري مني،
والوقت الحلو دايما بيجري. حبيبي يا محمد انت شرفتنا يا كابتن وائل، وان شاء الله كده يعني تبقى ضيف عزيز دائم عندنا هنا في بوكس تو بوكس، وابارك لك بقى ان انت ترجع تاني بيتك وتستقر في بيتك وتبقى من الناس اللي بتخدم نادي الزمالك وتدي نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. اي تفاصيل يعني ان شاء الله باذن الله. وطبعا كنت سعيد بوجودي مع حضرتك، وكنت وحشني من زمان والله وايامك الحلوه كنت. والمره الثانيه ببارك لك على البرنامج الجميل ده، انت في اي حته تنور اي حته وتكبر ان شاء الله يا اسمح. ان شاء الله نلتقي دايما على خير. مشكورك جدا، شكرا جزيلا للكابتن وائل قباني. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام الساعه 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.